بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي دارسي مادة الرياضيات، أهلا ومرحبا بكم في برنامج مدرسة على الهواء. النهاردة بنقدم مادة التطبيقية، ومادة التطبيقية عبارة عن استاتيكا وديناميكا. النهاردة بيقدمها معانا الأستاذ ماهر. أهلا وسهلا أستاذ ماهر، أهلا بك يا أستاذ خالد. وإن شاء الله هيشرح لنا مراجعة على ما سبق دراسته في مادة الديناميكا، يعني هيدينا مراجعة على كل اللي أنت حضرتك أخدته في الديناميكا بتاعة الصف الثاني الثانوي. اتفضل يا أستاذ ماهر. ماشي أعزائي الطلبة، هنبدأ مع بعض. خلي بالك بربط تانية ثانوي بتالتة ثانوي، براجع المسائل. خلي بالك المسائل اللي هعرضها دلوقتي برضو موجودة في تالتة ثانوي، مسائل بتربط الديناميكا ببعضها لأن الرياضة لا تجزأ. فهنركز مع بعض في الأفكار، وفي كل كلمة بكتبها صف تماما زي الطلبة اللي فاتوا ما قفلوا درجاتهم النهائية وجابوا 120 من 120. يبقى أنت بالتالي أما اتبعنا واتبعنا بتسلسل في كل الأفكار ونشوف المسائل اللي بنعرضها، بنعرضها بمنتهى البساطة. فركز معانا عشان نقدر نحصل على 120 زي ما تعودنا. ونرحب بيكم أول ما نبدأ في الديناميكا. بنعرف يعني إيه الديناميكا؟ الديناميكا ده هو العلم الذي بيبحث في حركة إيه الأجسام، الحركة، حركة الأجسام نتيجة مؤثرات إيه تؤثر على هذه الأجسام. يعني الديناميكا بيبحث حركة الأجسام زي ايه، القوة، قوة الشد، قوة الضغط، كل دي قوة بتأثر على الأجسام فبيبدأ الجسم يتحرك. فبدرس الديناميكا. هنتكلم على أول حاجة بين الإزاحة والمسافة. المسافة لو بصيت هنا قدامي على الورق كده، هبص ألاقي هنا أ ب في مسار من أ لب. المسار هنا من أ لب، من النقطتين من أ لب، بسميه المسافة. المسار هو طول المسافة المسار. من أ لب، طول المسافة دي كلها بين النقطتين تتوقف على طول المسار ده بسميه المسافة. يبقى المسار الفعلي من أ لب بسميه المسافة. طب لكن الإزاحة بقى، الإزاحة هي القطعة المستقيمة الموجهة أ ب، يعني واضح أ ب دي اسمها الإزاحة. ليها نقطة بداية، ليها نقطة نهاية، ليها معيار، ليها طول، يبقى دي اسمها إزاحة. يبقى في فرق بين المسافة والإزاحة. خلاص نميز الكلام ده. يعني هنا عندي نقطتين، لو عندي نقطة أ مثلا إحداثيها سالب 2 و6، ونقطة ب إحداثيها 4 وسالب 2، وطلب مني المتجه أ ب. طبعا احنا حافظين الكلام ده، يبقى بقول يا مستر المتجه أ ب هعمل كده، متجه أ ب، المتجه أ ب بيساوي المتجه ب ناقص المتجه أ. المتجه ب اللي هو الزوج المرتب 4 وسالب 2 ناقص المتجه أ اللي هو سالب 2 و6. بعد كده بعمل إيه؟ بقول هنا 4 سالب سالب 2 بتديني 6، وسالب 2 سالب 6 بتديني سالب 8. يبقى ده اسم المتجه أ ب. طب أنا عايز أجيب معيار المتجه أ ب، يبقى معيار المتجه أ ب ده بيساوي الجذر التربيعي ل 6 تربيع زائد سالب 8 تربيع. 6 تربيع بتساوي جذر 36 زائد 64 اللي هي جذر ال 100، وجذر ال 100 بتساوي 10. يبقى اذا المتجه أ ب اهو احداثيه السين 6 واحداثيه الصاد سالب 8، لكن معيار المتجه أ ب طلع 10. يبقى ضروري افرق بين المسافه في والازاحه اللي هي المتجه أ ب. نقطه مهمه جدا، المسافه والازاحه. نشوف مع بعض حاجة تاني. دلوقتي هنا متجه الموضع، أول حاجة بنشوف متجه الموضع هنسميه س، ما دام هنتحرك في خط مستقيم بسمي متجه الموضع بتاعي س. متجه الموضع اللي برمز له هنا بالرمز س متجه. لو أنا جيت هنا رسمت خط مستقيم عندي أهو، الخط المستقيم بتاعي أهو عبارة عن الشعاع مستقيم اهو، جيت قسمته خدت نقطة على الخط المستقيم ولتكن واو، يمين واو بتبقى بتحرك قيم موجبة 1 2 3 4 وهكذا، وفي نقطة هنا عند سميتها ألف، ورجعت كده هكتب سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 مثلا، ودي نقطة ب. أما أدرس الحركة، دراسة حركة جسيم في خط مستقيم بنفرض النقطة ثابتة، وفرضت نقطة ثابتة واو اللي هي نقطة الأصل، بعد كده على الخط المستقيم ومتجه وحدة ي، اعتبرت متجه الوحدة ي في الاتجاه ده كده موجب، وعكسه بيبقى إيه؟ اتجاه سالب. هنا واو أ متجه، واو أ متجه، فإذا كان الجسم عند النقطة أ خلاص يبقى عايزين هنا المتجه س، يبقى المتجه س لو الجسم عند النقطة أ بيساوي 3 هنا متجه إيه؟ س. ايه متجه الوحده. طب لو الجسم هنا عند هنا ب، يبقى واضح ان المتجه هنا س مثلا عند النقطه ب بيساوي سالب 4 متجه ايه.
يبقى فرضت متجه وحدة هنا في الاتجاه ده، يبقى هنا في اليمين باخد موجب، في اليسار باخد قيم سالبة، يبقى متجه هنا المتجه واو س ده او الف. ده بنسميه متجه الموضع. متجه الموضع بالنسبة لنقطة الأصل، بنسب لنقطة الأصل، يعني متجه س ده بيساوي واو الف متجه اللي هو بيساوي 3 متجه ي. طيب وهنا المتجه الثاني برضو ممكن اقول المتجه س اللي هو بيساوي واو ب متجه اللي هو بيساوي سالب 4 اللي هو متجه ي. تمام. الازاحه بقى هنا ازاحه الجسيم ف، طبعا هو التغير اللي بيحصل في الجسيم، يعني لو عندي انا هو شعاع سميته هنا واو، ودي نقطه الف ودي نقطه ب. هنا واضح، هنا واضح جسم كان بيتحرك من ألف إلى ب، يبقى واضح إن نقطة ألف هي نقطة البداية فسميها المتجه س صفر، ونقطة ب بسميها المتجه س. واضح إن الحركة هي ألف ب، يبقى إذا تحرك جسيم هنا واضح المسافة بتاعتي اللي هي فيه متجه فيه هو موضعه بعد فترة زمنية ن. يبقى هنا واضح ان الجسم اتحرك من ألف لب، يبقى الوضع الابتدائي ألف، الوضع النهائي ب. يبقى في الحالة دي فإن متجه الموضع هنا بتاعي اللي هو سميته الإزاحة، في الحالة دي الإزاحة بكتب المتجه فيه، المتجه فيه عبارة عن س ناقص س صفر. يبقى المسافة هنا من نقطة منسوبة لنقطة الأصل، يبقى واو ب ناقص واو ألف، ودي ساعات بقول عليها بسميها دلتا س. خلاص، يبقى الإزاحة هنا فرضتها متجه فيه، فيه بيساوي دلتا س اللي هي بتساوي المتجه س ناقص المتجه س صفر، ودي بتديني دلتا س التغير في س. نشوف حاجة تانية كده ونبص مع بعض. ايه مسألة جاتني كده وبيقول لي هنا عندي يتحرك جسم بحيث كان متجه موضوعه شو، ما قول لنا كده يا استاذ، نقرا المسألة مع بعض. يتحرك جسيم بحيث كان متجه موضوعه ر بتساوي 3 ن ناقص 5 س وحده زائد 4 ن زائد 3 ص وحده. 3 ن ناقص 5 دي في قوس، و4 ن زائد 3 في قوس ثاني. طلب مني بقى اوجد واحد متجه الازاحه فيه، اثنين المسافه المقطوعه خلال الخمس ثواني الاولى، ثلاثة المسافة المقطوعة خلال الثانية الخامسة. خلاص، خلي بالك هنا المتجه ما قلتش السين لأنه بيتحركش في محور السينات، ده متجه هنا واضح ر، قلت في حالة ما يتحرك في خط مستقيم بقول متجه س. يبقى المتجه ر كان عندي عبارة عن إيه؟ 3 ن ناقص 5 متجه س، وبعدين زائد 4 ن زائد 3 متجه ص. أول حاجة طلب مني متجه الإزاحة. متجه الإزاحة اللي هو فيه قلنا بيساوي المتجه ر ناقص المتجه ر صفر. عشان اجيب المتجه ر صفر بحط نون بالصفر، بوضع نون بتساوي ايه؟ صفر. يبقى اذا المتجه ر صفر بيساوي، حطينا نون بصفر بقت سالب 5 س زائد 3 ص، حطينا نون بصفر بقت زائد 3 ص. طب انا عايز المتجه فيه، يبقى المتجه فيه بيساوي المتجه ر ناقص ر صفر. طب اما هطرح بقى، خلي بالك 3 ن ناقص 5 متجه س ناقص 5 س ناقص ناقص، يبقى موجب 5 س، يبقى دي هتديني 3 ن متجه س. وبعدين هنا زائد 4 ن زائد 3 متجه ص، هطرح منها 3 بقى دي 4 ن متجه ص. كويس، يبقى جبنا متجه اول حاجه، متجه الازاحه فيه. متجه الازاحه فيه يبقى عبارة عن ما هنا على طول قلت ر ناقص ر صفر، عشان اجيب ر صفر بحط ن بصفر، اصبحت ر صفر بتساوي سالب 5 متجه س زائد 3 متجه ص، جبت متجه الازاحة. عايز المسافة المقطوعة خلال ايه؟ الثواني الخمسة الأولى. يبقى هنا فيه 5 على طول، فيه 5، يبقى اشيل النون واحط 5، يبقى عوض عن النون بخمسة. يبقى هنا 5 في 3 ب 15 متجه س زائد هنا 20 متجه ص. خلاص. لكن هو طلب حاجة تانية، دي هنا المطلوب خلال الثانية الخامسة، المسافة المقطوعة خلال الثانية الخامسة. المسافة المقطوعة خلال الثانية الخامسة، يبقى هجيب المسافة المقطوعة في 4 ثواني واطرحها من المسافة المقطوعة في الخمس ثواني تديني المسافة المقطوعة في الثانية الخامسة بس. يبقى هجيب ف، هنا اجيب المطلوب الجيم بتاعي، هقول ف 4، فيها 4 باجي بشيل النون واحط 4، 3 في 4 ب 12 متجه س زائد هنا 16 متجه ص. يبقى هنا المسافة المقطوعة في الثانية الخامسة بتساوي ايه؟ طبعا هنا بطرح
يبقى هنا 15 متجه س بتساوي 3 متجه س، وبعدين زائد 4 متجه ص. طب انا عايز المسافه، هجيب معيار، يبقى المسافه ف معيار ف، معيار ف بيساوي الجذر التربيعي ل 9 زائد 16 بتساوي اللي هي جذر 25، وجذر 25 بتساوي 5. واحد يقول لي طب ما انا ممكن اجيب ف 5 يا مستر واقول انها بتساوي الجذر التربيعي ل 15 تربيع زائد 20 تربيع، وبرضو اجيب المسافه في هنا بتساوي الجذر التربيعي ل 12 تربيع ناقص زائد 16 تربيع. طبعا هنا 225 زائد هنا 400 ب 625 جذرها بتساوي 25. هنا 144 زائد 256 بتديني 400، ودي بتديني 20. يبقى اذا المسافه 25 ناقص 20 بايه؟ بتديني 5. يبقى هنا عايزين نوضح ملحوظه بس يا فندم، انه الازاحه والمسافه بيبقوا حاجه واحده لما تبقى الحركه في اتجاه خط مستقيم. ما احنا قلنا بنسميها س، اتجاه س. وبالتالي هنا لما بيسأل هات الإزاحة، جاب الإزاحة وبعد كده سأل عن المسافة المقطوعة، وحضرتك عوضت بف لأن الاتنين في اتجاه خط واحد. يعني خبال حضرتك معايا. نشوف برضو هنا في حاجة تانية، عايزين متجه السرعة. متجه السرعة طبعا معياره بيساوي طبعا هنا متجه السرعة هي مشتقة متجه الإزاحة بالنسبة للزمن. طبعا عايز أجيب هنا السرعة بتاعتي، يعني لو عندي هنا ف متجه الإزاحة ف بيساوي قلنا دلتا س، ف متجه ف بيساوي اللي هو دلتا س، يبقى هي ازاحه الجسم خلال فتره زمنيه ن. طب عايز متجه السرعه المتوسطه، متجه السرعه المتوسطه اللي هو بسميه متجه ع م. خلي بالك معايا اللي هو كنا بقول متوسط معدل التغير في التفاضل اللي خدتها قبل كده، متوسط معدل التغير، يبقى بقول ده بيساوي دلتا س على دلتا ن التغير في المسافه، اللي هي بتساوي هنا س بالنسبة لنون زائد دلتا نون ناقص س نون، كل ده على دلتا نون. يبقى هنا ده متجه السرعة. طب هنا عايز ده متجه السرعة المتوسطة. طب أنا عايز هنا السرعة اللحظية، يبقى هنا السرعة اللحظية، السرعة اللحظية خلي بالك معايا دي بتساوي نهاية هنا دلتا س على دلتا نون عندما دلتا نون تقول الى الصفر، يعني برضو اللي هي بتساوي نهاية شرطة كسر سين لنون زائد دلتا نون ناقص سين لنون على دلتا نون عندما دلتا نون بتقول الى الصفر. طبعا ده وده بيديني ميل المماس للمنحنى في العلاقة بين المسافة والايه والزمن. يبقى دي ايه، عرفنا السرعه المتوسطه وعرفنا ايه ازاي بنشوفها، يعني لما تبقى في علاقه ما بين المسافه والزمن ورسمه مرسومه ميل المماس للرسمه دي بيمثل السرعه. السرعه ميل المماس للمنحنى، اي ان متجه السرعه هو معدل، يبقى متجه السرعه اهو متجه السرعه يبقى هو معدل تغير اللي هو متجه الموضع بالنسبه للزمن. للزمن، وفي نفس الوقت يبقى ميل المماس لمنحنى اللي هو بيبقى علاقه بين الموضع والزمن. يبقى خلي بالك ده اللي هو ميل المماس، يبقى احنا بنربط اثنين. طبعا هنا عايزين بقى عرفنا وبعد كده خلي بالك هنا طبعا ايه على طول معدل تغير ميل المماس يبقى هو بيساوي اللي هو السرعه اللحظيه اللي عندي. نشوف كده مع بعض سؤال تاني، ناخد وحدات السرعه بالمره علشان ماشي. نخلي بالنا حاجه اهم حاجه السرعه، السرعه قلنا تغير مسافه بالنسبه للزمن، يعني واضح ان السرعه عين بتساوي هنا د س على س مسافه على زمن. المسافه ممكن تقاس بالكيلومتر والزمن يقاس بالايه بالساعه، يبقى واضح السرعة بتساوي كيلومتر كل ساعة، كويس؟ برضو هنا السرعة بتساوي مسافة على زمن، ممكن أقيس السرعة بالمتر والزمن بالثواني، يبقى بتساوي متر على ثانية أو سنتيمتر كل ثانية، دي وحدات السرعة. خلي بالك أهم حاجة عندي في وحدات السرعة إزاي أحول من كيلومتر على الساعة إلى متر على الثانية، واحد كيلومتر على الساعة إلى كيلومتر على الثانية، إلى متر على الثانية. الكيلومتر 1000 متر، خلاص 1000 متر. الساعة حولها ايه من من ساعة لدقيقة، 60 على 60 بقت ايه ثانية. خلي بالك ادي صفرين مع صفرين بقت 10
على 36. 36 تختصر على الاثنين فيها الخمسة، على الاثنين فيها الـ18، يبقى ممكن اكتبها 5 على 18 متر على الثانية. برضو ممكن احول من 1 كيلومتر على الساعة الى سنتيمتر على الثانية. طب انا قلت المتر يبقى 1000، ومن متر لسنتيمتر بضرب في 100 على 60 في 60. اتفقنا شلنا الصفرين دول مع الصفرين دول، بقت في فوق 1000 وتحت 36. هنا على الأربعة فيها 250 الخمسة 250، على الأربعة فيها يعني 9. التسعة، يبقى بتساوي 250 على 9 سنتيمتر كل ثانية. يبقى إذا ممكن هنا أحول من كيلومتر على الساعة لمتر على الثانية بضرب في 5 على 18، أما أحول من كيلومتر على الساعة لسنتيمتر على الثانية بضرب في 250 ولو على عكسنا 9. نقلب الكسر. لو عكسنا نقلب الكسر. اه بعد كده بنعرف الحركة المنتظمة. الحركة المنتظمة هي الحركة التي فيها كل من معيار السرعة ثابت واتجاه السرعة ثابت، أي أن الجسم لا يغير اتجاه حركته، يعني السرعة ثابتة. وواضح أن هنا الجسم في الحالة ما يحرك حركة ثابتة يبقى إيه، ما بيغيرش اتجاه الحركة. طيب العلاقة بين الإزاحة والزمن في حالة الحركة المنتظمة بيمثلها ميل المماس اللي هو بيسميه السرعة المنتظمة. نشوف مع بعض برضو كده مثال: سؤال مع بعض كده، هنشوف كده الأستاذ خالد يقول لنا السؤال يتحرك جسم حركة منتظمة ومتجه سرعته عين بتساوي 3 س وحدة ناقص 4 ص وحدة، احسب متجه الإزاحة خلال 6 ثواني، الزمن المقطوع ليكون متجه الإزاحة فيه بتساوي 27 س وحدة ناقص 36 ص وحدة. مديني جسم هنا بيتحرك بسرعة منتظمة، يعني انا واضح طول الحركة ثابتة، عين بتساوي 3 س ناقص 4 ص. احسب متجه الإزاحة خلال 6 ثواني. متجه الإزاحة خلال 6 ثواني المتجه فيه بيساوي نون في عين، متجه عين على طول. طب هنا واضح نون بكام؟ 6 ثواني، والمتجه عين اللي هو هنا اجيب بيساوي معيار السرعة دي 3 س ناقص 4 ص. هو طلب مني متجه الإزاحة، يبقى هعمل كده، هقول 6 في 3 ب 18 متجه س ناقص 24 متجه ص. يبقى هنا اول حاجه ده طلب المتجه. احسب متجه الازاحه عايز خلال الزمن 6 ثواني. المقطوع ليكون متجه الازاحه الزمن المقطوع ليكون متجه الازاحه فيه بيساوي كذا. طب هنا الزمن بيساوي ايه؟ نون قلنا بيساوي، هتبقى فيه معيار فيه على معيار عين، لان احنا عارفين المسافه اما يكون الجسم بيتحرك بسرعه منتظمه بتساوي نون في عين، لكن انا عايز الزمن، يبقى بقسم معيار المسافه على معيار لأن السرعه. الزمن كمية قياسية. هنا بقى ايه، كان مديني المسافه اللي اتحركها الجسم كان متجه الازاحه فيه اهو بيساوي ايه، بيساوي 27 متجه س ناقص 36 متجه ص. يعني هجيب معيار دي على معيار السرعه اللي عندي، على هنا معيار السرعه اللي هي 3 س ناقص 4 ص. خلي بالك معايا هنا، يبقى هنا الزمن نون بيساوي معيار الحتة الأولى يبقى الجذر التربيعي ل 27 تربيع زائد 36 تربيع، خلاص، على معيار السرعة على الجذر التربيعي ل 3 تربيع اللي هي ب 9 زائد 4 تربيع اللي هي بزائد 16. هاخد من فوق 9 تربيع مشترك، 9 مشترك، هتطلع بره 9. خلي بالك أنا قسمت على 9 بقت جوه 3، 3 تربيع بكام؟ ب 9. قسمت على 9 بقت 4، 4 تربيع بكام؟ ب 16. يبقى 9 في جذر 9 زائد 16 على 9 زائد 16. واضح من هنا الزمن دي هتروح مع دي بتديني 9 ثواني. هقرا السؤال تاني. يبقى هنا يتحرك جسم حركة منتظمة، يبقى وكان متجه، ما دام حركة منتظمة يبقى الحركة بتاعتي بتبقى حركة ثابتة، متجه سرعته عين بيساوي 3 س ناقص 4 ص، طلب مني متجه الإزاحة، متجه الإزاحة يبقى دلالة متجهي الوحدة خلال 6 ثواني، الزمن المقطوع اللي كان متجه الإزاحة فيه بيساوي 27 متجه س ناقص 36. عرفنا إن النون بتساوي معيار فيه على معيار عين. السرعة المتوسطة، مقدار السرعة المتوسطة عين مين؟ بيساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. طب متجه السرعة، يبقى متجه الإزاحة، خلي بالك أما شرحت في الأول قلت لك فيه المسار اللي بيتحركه الجسم من ألف إلى ب، فيه طول المسار، اللي هي لكن المسافة. هنا متجه الإزاحة بيختلف، يبقى البعد بين النقطتين ألف وب، ماشي؟ يبقى هنا في فرق بين مقدار السرعة المتوسطة وفي فرق بين متجه السرعة المتوسطة اللي هو عين ميم، يبقى متجه الإزاحة الكلية على الزمن الكلي. نشوف سؤال كده مع بعض في الحتة دي. إذا تحرك جسيم، نقرأ المثال:
إذا تحرك قوسين من ألف إلى ب في زمن 10 ثواني، ثم من ب إلى ج في زمن 4 ثواني، حيث ألف ب 70 مترا، وب ج بتساوي 14 متر، وج تنتمي إلى ألف ب. فأوجد 1 مقدار السرعة المتوسطة، 2 متجه السرعة المتوسطة. هنا بقى نبص مع بعض، هنرسم برضو ونشوف. هنا قال لي اول حاجة ان نقطة ج تنتمي للقطعة المستقيمة ا ب، لكن هنا ادي الف ادي ب، كان طول الخط ا ب كله مدهوني 70 متر، يعني المسافة دي كلها 70 متر، وقال لي ج تنتمي ل ا ب، وهنا ب ج بيساوي 14 متر، وادي نقطة ج ودي 14 متر. يبقى نطرح عشان نجيب اللي فهنا طلب مني ايه؟ اول حاجه السرعه المتوسطه، واحنا قلنا السرعه المتوسطه مقدار السرعه المتوسطه اللي هي مقدار السرعه المتوسطه بيساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي، على الزمن الكلي. خلي بالك المسافه الكليه، يبقى مشي 70 ومشي 14، يبقى دي المسافه الكليه 70 ورجع 14، دي المسافه الكليه. على الزمن الكلي قطع ال 70 متر في كام؟ في هنا 10 ثواني وبعدين التانيين في 4 ثواني، يعني 70 متر دول قطعهم في 10 ثواني، ال 70 متر في 70 متر قطعهم في 10 ثواني. وبعدين عندي دي فيه 1 وفيه 2، قطع ال 14 متر في كام ثانية؟ في 4 ثواني. 4 ثواني. يبقى اذا انا عشان اجيب السرعه مقدار السرعه المتوسطه، يبقى المسافه الكليه ادي 70 و14 على الزمن الكلي، الزمن الكلي 10 زائد 14. واضح من هنا دي بتساوي هنا 84 على 14، واضح فيها ال 6، 6 في 4 ب 24، و6 في 1 ب 6، و2 8، يبقى هنا 6 هنا متر على الثانيه، لان هنا ايه؟ دي سرعه، مسافه بالمتر والزمن بالثانيه. لكن طلب مني ايه؟ متجه، خلي بالك، السرعه المتوسطه. متجه، في فرق بين مقدار السرعه المتوسطه ومتجه السرعه المتوسطه. يبقى بيديني الازاحه، الازاحه كام؟ مشي 70 ورجع 14، يبقى 70 ناقص 14 على الزمن الكلي، الزمن الكلي قلنا 14. طيب يبقى هنا 4 من 10 6، 1 من 6 5 56 على 14، يبقى دي فيها ايه؟ ال 4، 4 في 4 ب 16، يبقى 4 متر كل ثانيه. يبقى في فرق بين مقدار السرعه المتوسطه، قلنا المسافه الكليه مشي ورجع 14 متر وقسمتها على الزمن الكلي، لكن متجه السرعه المتوسطه طلع ايه؟ عباره عن ايه؟ الازاحه من الف لجيم، من النقطه الف لجيم. لكن هنا تختلف، لو هنا مشي من ألف ل ب وبعدين مشي من ب ل ج، وكانت ج تنتمي للشعاع ألف ب ولا تنتمي للقطع المستقيمة ألف ب، في الحالة دي هبص الاقي ان هنا مقدار السرعة المتوسطة بيساوي متجه السرعة المتوسطة لو كلهم في اتجاه ايه؟ واحد. نشوف برضو، بنعرف حاجة اسمها السرعة النسبية. السرعة النسبية هنا، السرعة النسبية اسمها عين ألف بالنسبة لب، يعني واضح إن الجسم به ثابت وألف متحرك، يبقى عين ألف به بتساوي عين ألف ناقص عين ب. عين ألف ناقص عين ب، يبقى أنا بشوف سرعة هنا ألف بالنسبة لب، يبقى بثبت ب وأشوف ألف. واضح هنا هي عين ألف بتساوي عين ألف ناقص عين ب إذا كانوا في اتجاه واحد، إذا كان الجسم يتحرك في اتجاه واحد. طب عين ألف ب بتساوي عين ألف زائد عين ب إذا كانوا بيتحركوا في اتجاهين متضادين، إذا تحرك الجسمان في اتجاهين متضادين. مهم جدا الكلام ده. هنشوف السؤال مع بعض بيقول إيه ونشوف نحله إزاي. ماشي يا أستاذ خالد. تتحرك سيارة ألف على طريق مستقيم بسرعة 60 كيلومتر لكل ساعة، وتتحرك سيارة ب على نفس الطريق بسرعة 80 كيلومتر لكل ساعة. أوجد سرعة السيارة ألف بالنسبة للسيارة ب إذا كانت السيارتين أولا تتحركان في اتجاه واحد،
ثانيا تتحركان في اتجاهين متضادين. هنا اول حاجة السيارة الف سرعتها عين الف، بروح كاتب عين الف، عين الف سرعة السيارة الف كانت بتساوي 60 كيلو متر كل ساعة. نلاحظ الوحدات تبقى ثابتة، والسيارة ب عين ب بتتحرك بسرعة هنا 80 كيلو متر كل ساعة. هو طلب هنا سرعة السيارة الف بالنسبة لب، على طول عين الف ب يبقى بتساوي عين الف ناقص عين ب. ناقص عين ب. خلاص يعني انا ب ثابته والف متحركه. طب عين الف بكام؟ ب 60 كيلومتر على الساعه، وعين ب بكام؟ ب 80، يبقى دي بتطلع بسالب 20 كيلومتر على الساعه. يبقى اللي هنا اللي قاعد في العربيه ب بيشوف ان ان السياره الف بتتحرك بسرعه 20 كيلومتر على الساعه في اتجاه مضاد لاتجاه حركتها. كأنه بتتقهقر. في اتجاه مضاد ليه؟ لان الاشاره سالبه. يبقى الراكب اللي قاعد في السيارة ب بيشوف الراكب اللي بيتحرك في السيارة أ بيتحرك بسرعة 20 كيلومتر هنا في اتجاه مضاد لحركته. طيب هنا بقى لو كانوا بيتحركوا في اتجاهين متضادين، يبقى عين أ ب زي ما اتفقنا بتساوي عين أ زائد عين ب. يبقى في الحالة دي هقول إنها 60 هنا زائد ناقص ناقص 80، يبقى زائد هنا 80 اللي هي بتساوي 140 كيلو متر على الساعة. يبقى اللي راكب في السيارة ب بيشوف المتحرك في السيارة أ بيتحرك بسرعة 140 كيلو متر كل ساعة. دي السرعة النسبية اللي هي ما فيش فيها فكرة أكتر من ده، ودي مسائل بتتكرر كتير في الامتحانات. هنشوف بقى نتكلم على اللي هو الحركة المستقيمة ذات العجلة المنتظمة. نخلي بالنا بقى، نبص مع بعض هنا. إذا تغيرت سرعة جسيم أثناء حركته يقال إن الحركة متغيرة، وإذا تغيرت معيار السرعة بمعدل ثابت ولم يتغير اتجاهها يقال إن الجسم يتحرك بعجلة منتظمة. يعني إيه؟ يعني إذا تغيرت سرعة جسيم أثناء حركته، يعني واضح سرعته كانت 30 كم على الساعة أصبحت 45 كم على الساعة، يبقى إذا السرعة تغيرت، يبقى هنا واضح ان الجسم بيتحرك بعجله. لكن لو الجسم بيتحرك بسرعه ثابته او سرعه منتظمه او اقصى سرعه، يبقى واضح ان المسافه بتاعته السرعه بتاعته ثابته، سرعه منتظمه، يبقى هيتحرك بخط مستقيم، يبقى بيتحرك سرعه منتظمه. يبقى اذا اتغير سرعه الجسم على طول يبقى اثناء حركته يقال ان الحركه متغيره، واذا اتغير معيار السرعه بمعدل ثابت يعني بيتغير، يبقى هنا ولم يتغير اتجاهها يقال ان الجسم يتحرك بعجله منتظمه. يعني معنى كده ان العجله هي معدل تغير تغير السرعه السرعه بالنسبه للزمن. للزمن. يبقى وصلنا اول حاجه كنا عرفنا ان السرعه هي معدل تغير المسافه بالنسبه للزمن، متجه السرعه بيساوي مشتقه متجه المسافه بالنسبه للزمن. خلاص؟ العجله بقى هنا العجله المتجه يجي مشتقه متجه السرعه بالنسبه للزمن، او المشتقه الثانيه بالنسبه للمسافه. للمسافه بالنسبه للزمن. يعني بشتق المسافة مرتين يبقى بجيب اللي هو متجه العجلة. في عندي العجلة المتوسطة، عرفنا في حاجة اسمها العجلة المتوسطة والعجلة اللحظية. العجلة المتوسطة اللي بيسميها جيم متجه ميم دي بتساوي دلتا عين على دلتا نون، ودي دلتا عين على دلتا نون اللي هي بتساوي عين اتنين ناقص عين لنون زائد دلتا نون ناقص عين لنون. خلاص كل ده على دلتا نون. طب عايزين العجله اللحظيه، العجله اللحظيه اللي هي المتجه ج. خلي بالك العجله اللحظيه يبقى بتساوي نهايه دلتا عين على دلتا نون عندما دلتا نون تؤول الى الصفر، وفي نفس الوقت بتساوي نهايه برضو ادي شرط الكسر اللي هو عين لنون زائد دلتا نون ناقص عين لنون على دلتا نون، وهو ده تعريف الاشتقاق عندما دلتا نون بتؤول الى الصفر. ودي هنا عرفنا انها اللي هي المشتقه الاولى للسرعه بتديني العجله، وده نقطه مهمه جدا. يبقى عرفنا العجله اللحظيه وكده. طبعا هي من تعريف المشتقه ان المعدل تغير السرعه بالنسبه للزمن بيديني عجله. خلي بالك برضو احنا عرفنا هنا ان ايه، ان انا عندي هنا لو كان عندي هنا متجه السرعه داله، السرعه داله، خلي بالك نقطه مهمه جدا بتيجي في الامتحانات كتير، السرعه داله في المسافه س، وهنا المسافه داله في الزمن اللي هو بيساوي ر س ر ن مثلا. فانا لو جبت مشتقه اللي هي قاعده السلسله اللي هي دال عين على دال نون، ممكن اكتبها دال عين على دال س في دال س على دال نون، هي هي دي مع دي هي دي دي هي دي.
فخلي بالك معايا، دال عين على دال سين في دال عين على دال سين على دال نون اللي هي مشتقه الازاحه بالنسبه للزمن بيديني ايه؟ السرعه. ومشتقه السرعه بالنسبه للزمن بيديني العجله. بس هسبق دي قبل دي كده واقول انها دي عين في دال عين على دال سين. ده اذا كانت العجله داله في السرعه، اذا كانت السرعه داله في المسافه والمسافه داله في الزمن، يبقى على طول مباشره بكتب العلاقه دي، والعلاقه دي مهمه بتيجي في المسائل كتير. ان ج بتساوي عين دال عين على دال سين. بعد كده ببص بعمل ايه؟ بكامل بفصل المتغيرات واقول ان ج دال سين بتساوي عين دال سين، وخدت التكامل قبل كده، يبقى بكامل العجله بالنسبه للمسافه عين دال عين، وعين دي هنا دي عين دال ايه؟ يبقى واضح دي طبعا دي بتساوي نص عين تربيع، وبخلي الثابت في طرف واحد والتكامل لحدود بثبتها. خلي بالك، يبقى نقطه مهمه، اذا كانت السرعه الداله في المسافه والمسافه داله في الزمن، يبقى بستنتج ان هنا ج بيساوي عين دال عين على دال سين. لو حبيت اجيب هنا اكامل العجله بالنسبه لسين، لان سين ج داله في سين. خلي بالك يعني انا عندي كده تعريفين للعجله، اما انه ج بتساوي دال عين على دال نون، يبقى عين بتساوي دال عين على دال نون، او انه ج بتساوي عين في دال بتساوي دال 2 سين برضو على دال نون تربيع، وبرضو في نفس الوقت بتساوي عين دال سين على دال نون. يبقى ده مهم جدا، حته مهمه، فكره مهمه بحطها قدامي بتحل مسائل كتير. اهم حاجه عرفنا احنا اما جالنا بنتكلم على وحدات قياس السرعه، وحدات قياس السرعه نفتكرها مع بعض، وحدات قياس السرعه كنا بنقول وحده مسافه بتساوي وحده مسافه على وحده زمن. خلاص قلنا المسافه بالكيلومتر، الزمن بالساعات او بالثواني وهكذا. طب وحدات قياس العجله، وحدات قياس العجلة مهمة جدا، وحدات قياس العجلة واضح، هو ده ايه؟ وحدة سرعة على وحدة زمن. احنا كنا اتكلمنا قبل كده على السرعة، قلنا كيلو متر كل ساعة على مثلا ثانية، يبقى دي بتساوي كيلو متر كل ساعة لكل ثانية. طب ممكن اقول هنا متر على الثانية لكل ثانية، ما دي وحدة قياس سرعة. سرعة على الزمن، يبقى ممكن اكتبها متر على الثانية تربيع. يبقى خلاص وحدة سرعة على وحدة زمن، وحدة سرعة على وحدة زمن، على حسب الوحدات اللي عندك طبعا. خلي بالك من الحاجات دي، لان دي وفي برضه تحويل في الوحدات للعجلة نفس ممكن نفس ممكن ايه تحويل. بنمشي بنعوض على اساس الايه الحاجات دي. هنا هنشوف بقى، نتكلم على قوانين، نخش بقى في الاهم، قوانين الحركة المستقيمة ذات العجلة المنتظمة. طبعا خلي بالك معايا، عندي ثلاث قوانين. اول قانون عندي هنا هكتب انها عين، نخلي بالنا الاول اللي هكتب ايه، عين بتساوي هنا زائد هنا نون. هقول عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون، يبقى بروح كاتب هنا عين صفر زائد جيم نون. ده القانون الاولاني. يبقى ايه العلاقه؟ الاحمر ثابت، يبقى علاقه بين السرعه والزمن. طب القانون الثاني يا مستر، واضح ان هكتبه كده، فيه بتساوي هنا نون زائد نص نون تربيع. هروح كاتب كده عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. برضو الاحمر ده ثابت، يبقى علاقة بين المسافة والزمن. يبقى القانون الاولاني علاقة بين عين ونون، علاقة بين السرعة والزمن. القانون الثاني علاقة بين فيه ونون. كويس، نشوف القانون التالي. عين تربيع بتساوي زائد اتنين ف. يبقى القانون الثالث، عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد اتنين ج ف. برضو الاحمر ثابت، يبقى واضح علاقة بين السرعة والمسافة. يبقى القانون الثالث علاقة بين السرعة والمسافة، علاقة بين السرعة والمسافة. دول القوانين بتوع الحركه المنتظمه. هنلاقي ان عين صفر وجيم ثابت في الثلاث قوانين، بين السرعه والمسافه. يبقى هنا القوانين الثلاثه هم قدامي، عين صفر ثابته في القوانين الثلاثه، والعجله ثابته في القوانين الثلاثه. يبقى القانون الاولاني علاقه بين السرعه والزمن، القانون الثاني علاقه بين المسافه والزمن، القانون الثالث علاقه بين السرعه والمسافه. نركز بقى ونشوف هنحل المسائل ازاي، والمسائل بتعتمد في حلها على القوانين دي. نشوف أول مسألة، ناخد أول مسألة كده ماشي على القوانين. يعني بدأ جسيم حركته في اتجاه ثابت بسرعة 15 سم لكل ثانية،
ماشي. وبعجلة منتظمة 3 سنتيمتر لكل ثانية تربيع تعمل في نفس اتجاه سرعته الابتدائية. احسب سرعات الجسم بعد مضي 7 ثواني من بدء الحركة. ب متى تصبح سرعة الجسم 57 سنتيمتر لكل ثانية؟ طيب هنا بدأ جسم حركته في اتجاه ثابت بسرعة 15 سنتيمتر على ثانية، يبقى عين صفر هنا على طول بروح كاتب قدامي في الامتحان، عين صفر بتساوي 15 سنتيمتر كل ثانية. وبعجلة منتظمة 3 سنتيمتر على الثانية تربيع وتعمل في نفس اتجاه السرعة، ما دام تعمل في نفس اتجاه السرعة يبقى موجبة، يبقى هنا وجيم بتساوي 3 سنتيمتر على الثانية تربيع. ماشي. طلب مني احسب سرعة الجسم بعد مضي 7 ثواني، ومديني نون بتساوي 7 ثواني. وهو عايز عين النهائية. فواضح هنا ما دام انا عين صفر ثابتة في كل مسائلي وجيم وعندي الزمن، يبقى بستخدم القانون الاول اللي هو بيقول لي عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون. ليه؟ مديني هنا عين صفر والعجلة وطلب السرعة وعندي الزمن، يبقى بستخدم القانون الاولاني. طب يبقى عين على طول مباشرة بتساوي عين صفر بكام؟ ب15 زائد جيم ب3 نون ب7 ثواني، يبقى واضح انها 15 زائد 21 اللي هي بتساوي 36. دي سرعة تمييز سنتيمتر كل ثانية، مهم جدا بكتب تمييزي في المسألة. رجع تاني وقال لي متى تصبح سرعة الجسم 57 سنتيمتر على الثانية؟ طيب برضو نفس القانون، انا عندي عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون، هو عايز نون، قال لي السرعة تبقى 57، يبقى هنا 57 لكن سرعته الابتدائية كانت كام؟ 15 زائد جيم 3 في نون. طيب يبقى هودي ال 15 في الطرف الثاني بإشارة سالبة، يبقى 3 نون بتساوي 57 ناقص 15، يبقى 5 من 7 2 و1 من 5 4، يبقى إذا نون بتساوي 42 على 3 بتساوي 14 ثانية. يبقى هنا مسألتي مشيت ازاي؟ تاني بدأ جسم حركته في اتجاه ثابت، خلاص يبقى دي سرعته الابتدائية، وبعجلة منتظمة 3 سنتيمتر على الثانية وتعمل في نفس اتجاه السرعة، ما دام قال لي في نفس اتجاه السرعة يبقى خدت العجلة بالموجب، في عكس اتجاه السرعة كنت هاخد العجلة بالسالب. احسب سرعة الجسم بعد مضي 7 ثواني ومن بدء الحركة، متى تصبح سرعة الجسم 57؟ نشوف سؤال تاني كده مع بعض. سؤال تاني بيقول قطار يتحرك بعجلة منتظمة في خط مستقيم تناقصت سرعته من 72 كيلومتر لكل ساعة إلى 27 كيلومتر لكل ساعة خلال 5 دقائق. احسب أولا عجلة القطار، ثانيا الزمن الذي يستغرقه بعد ذلك حتى يسكن. القطار بيتحرك في خط مستقيم بعجلة منتظمة، هنا تناقصت سرعته، يعني سرعته الابتدائية عن صفر كانت 72 كيلومتر على الساعة، عين صفر بتساوي 72 كيلومتر على الساعة، وسرعته النهائية عين أصبحت 27 كيلومتر على الساعة. هنا في اتغيرت في مدة 5 دقايق ونون بتساوي 5 دقائق. خلاص أنا دلوقتي ضروري أحول من كيلومتر على الساعة لمتر على الثانية، يبقى هقول إن عين صفر بتساوي 72 في 5 على 18. ال 18 مع ال 72 فيها ايه؟ الأربعة، 4 في 8 ب 32 و4 في 1 ب 4 و3 7، يبقى دي ب 20 هنا متر كل ثانية، خلي بالك حفظناها. بعد كده السرعة النهائية عين كانت 27 كيلومتر على الساعة، حولها من كيلومتر على الساعة لمتر على الثانية بضرب في 5 على 18 على 9 3 على 9 2، واضح دي بتساوي 15 على 2 متر كل ثانية. كويس. اتغيرت السرعة دي في كام؟ في 5 ثواني، يبقى ضروري اجيب العجلة اللي كان بيتحرك بيها الجسيم. طب انا عندي العلاقة بتقول لي ايه؟ ان عين مع علاقة بين السرعة والزمن اهو، مفيش ايه، يبقى هنا واضح ان عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون. نخلي بالنا. عين النهائية 15، قلت 15 على 2 متر على الثانية، عين الابتدائية 20 زائد جيم ما عرفهاش نون 5 دقايق، يبقى بحولها ب 5 في 60 هنا ثانية، يبقى هنا في 5 في 60 بتديني 300 ثانية.
كله بيقبل القسمة على الخمسة، نقسم على الخمسة، على الخمسة فيها الثلاثة، على الخمسة فيها الأربعة، على الخمسة فيها الستين. كويس، هضرب طرفي المعادلة كله في اتنين، يبقى هنا ثلاثة بتساوي اتنين في أربعة بتمانية زائد 120 جيم. كويس، هودي هنا التمانية في الطرف الأيمن بتروح بإشارة سلبة، يبقى إذا جيم بتساوي سالب 5 على 120. نختصرها، هضرب فوق في 2 وتحت في 2، ليه يا مستر؟ عشان اطير الصفار مع بعضها. لو ضربت فوق ب2 بقت دي سالب 10، ضربت في 2 تحت بقت 240، يبقى دي بتساوي سالب 1 على 24 متر على الثانية تربيع، لأن العجلة هي معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن، يبقى السرعة كانت متر على الثانية، ثانية كمان يبقى متر على الثانية تربيع. خلي بالك أنا بركز على الوحدات لأن الديناميكا كلها بتعتمد على الوحدات، أي غلطة في الوحدات راحت فيها المسألة، يبقى أنا جبت العجلة. نقرأ المسألة تاني ونشوف هنفكر إزاي. قطار يتحرك بعجلة منتظمة في خط مستقيم تناقصت سرعته من 72 كيلومتر كل ساعة إلى 27 كيلومتر كل ساعة خلال 5 دقائق. احسب عجلة القطار، حضرتك جبتها. جبنا عجلة القطار. الزمن الذي يستغرقه بعد ذلك حتى يسكن، ده المطلوب الثاني. الزمن اللي هستغرقه، يبقى هحط بياناتي قدامي. كان وصلنا ان السرعة النهائية كانت عندي، السرعة النهائية اللي وصل بيها القطار كانت عبارة عن كام؟ كانت هنا 15 على 2 متر على الثانية. وجبنا العجلة اللي بيتحرك بيها القطار كانت بتساوي سالب 1 على 24 متر على الثانية تربيع. يبقى هنا دي الكلام بتاعي، يبقى هنا بيقول لي ايه؟ الزمن الذي يستغرقه بعد ذلك حتى يسكن، واضح يسكن، يبقى السرعة دي تعتبر آخر سرعة اكتسبها، تعتبر سرعة ابتدائية، والسرعة الأخيرة السرعة النهائية بتساوي صفر. يبقى برضه هنا عايز متى الزمن الذي يستغرقه، يبقى عايزين علاقة من السرعة والايه والزمن، برضه القانون بتاعي حافظه، علاقة من السرعة والزمن، يبقى عين بتساوي عين صفر زائد جيم في نون. نبص مع بعض، هيسكن يبقى السرعة النهائية بتساوي صفر. كويس، السرعة الابتدائية اللي هي آخر حاجة اكتسبها كانت 15 على 2، 15 على 2 متر على الثانية، زائد جيم، ما جيم بسالب 1 على 24 متر على الثانية تربيع في نون. خلاص، يبقى إذا هنا 1 على 24 نون بتساوي 15 على 2. طبعا هنا أقول نون، هضرب طرفي المعادلة في 24، يبقى نون بتساوي 15 في 24 على 2، ال 2 مع ال 24 فيها 12، واضح إنها بتطلع 180 ثانية. واحد يقول لي هتهالي بالدقايق، يبقى نون بتساوي 180 على 60 ثلاث بتساوي دقايق. 3 دقائق. خلي بالك هو ما حددش، لكن انا بقول لك هنا التمييز المفروض ثانية، ليه؟ لان واضح السرعة متر على الثانية والعجلة متر على الثانية تربيع، يبقى واضح ان انا لما اطلع بقسم هنا، واضح ان ايه، اما بقسم هنا واضح بقسم بتطلع بالثواني وليست بالدقائق. نشوف سؤال تاني برضه ونشوف هنحل ازاي. بدأ جسيم حركته بسرعة 20 سنتي لكل ثانية. عندي جسم بدأ بسرعة 20 سنتيمتر وبعجلة منتظمة 2 سنتيمتر كل ثانية تربيع في اتجاه سرعته الابتدائية. يبقى واضح ان الحركة موجبة. ها، ألف، احسب المسافة المقطوعة خلال 12 ثانية من بدء الحركة. ب، بعد كم ثانية يكون الجسم على بعد 525 سنتي من نقطة البدء؟ بدأ جسم حركته بسرعة، يبقى واضح ان صفر بتساوي 20 سنتيمتر على الثانية، وبعجلة منتظمة 2 سنتيمتر على الثانية تربيع في اتجاه سرعته الابتدائية، واضح العجلة موجبة. يبقى أول حاجة بحط بياناتي قدامي، يبقى ان صفر بتساوي 20 سنتيمتر كل ثانية، وعندي هنا جيم بتساوي 2 سنتيمتر على الثانية تربيع في اتجاه سرعته الابتدائية بموجبة. عايزين نحسب المسافة خلال 12 ثانية، نون بتساوي 12 ثانية من بدء الحركة. واضح هنا علاقة بين المسافة والزمن، يبقى القانون بتاعي ايه؟ ما دام علاقة بين المسافة والزمن يا مستر، يبقى هكتب القانون التاني، يبقى فيه بتساوي عن صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. نخلي بالنا المسافة المقطوعة، يبقى فيه بتساوي، ادي فيه عين صفر بكام؟ ب20، نون بكام؟ ب12، زائد نص جيم ب2،
نون تربيع 144. كويس، يبقى جبنا المسافه، يبقى فيه بتساوي 240 زائد 102 مع النص، دول راحوا مع بعض 144، يبقى دي 4 8 384. واضح المسافه ايه؟ بالسنتيمتر. يبقى واضح ان دي سنتيمتر. ليه؟ لان السرعه بالسنتيمتر على الثانيه، يبقى بطلع المسافه بالسنتيمتر. يبقى كده هنشوف مع بعض تاني. بيقول لي بدأ الجسم حركته بسرعة 20 سنتيمتر على الثانية وبعجلة منتظمة 2 سنتيمتر على الثانية تربيع في اتجاه سرعته الابتدائية، يبقى واضح العجلة موجبة. طلب مني المسافة المقطوعة خلال 12 ثانية من بدء الحركة. بعد كم ثانية يكون الجسم على بعد 525 متر من نقطة البدء؟ مديني المسافة. طيب هنا نرجع مع بعض، برضو القانون بتاعي ثابت. عندي فيه بعوض عنها ب 525 بتساوي عن صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. كل حاجه بحطها تحت بعضها عشان ما غلطش. هنا 525 525 يبقى تحت فيه 525 بتساوي عن صفر كانت 20 يا مستر، لكن هو طلب بعد كم من ثانيه، يبقى واضح نون ما عرفهاش، زائد نص جيم كانت باتنين في نفس اتجاه السرعه يعني موجبه يعني في اتنين، نون تربيع ما عرفهاش. الاثنين مع الاثنين خلاص كده هودي ده، هجيب دي في الطرف الايسر بتغيير الاشاره، يبقى نون تربيع زائد 20 نون ناقص 525 بتساوي صفر. باجي في الهامش بحلل، يقول 525 على الخمسه فيها الواحد فيها الصفر فيها ال 105، كمان على الخمسه فيها ال 21، على السبعه فيها الثلاثه، على الثلاثه فيها الواحد. هو عايز عددين حصل ضربهم 525 والفرق بينهم 20. لو جينا بصينا كده 35 ناقص 15 بيديني 20، يبقى اذا هنا نون ودي نون، واحده منهم 35 واحده هنا 15. اشاره الاكبر هي اشاره الاوسط، اشاره الاكبر 35 تاخد الاشاره الموجبه والتاني تاخد الإشارة السالبة بيساوي صفر. يبقى إذا الزمن نون، طبعا ما فيش زمن بالسالب، مرفوض، نون بتساوي سالب 35 مرفوض، يبقى إذا نون بتساوي سالب 35 مرفوض لأن ما فيش زمن بالسالب، ونون بتساوي 15 ثانية. تاني دي معادلة، خلي بالك لأن المهارات هنا بقى، دي معادلة من الدرجة الثانية. إشارة الحد الثالث سالبة، إذا كانت إشارة الحد الثالث سالبة فإن دي معناها إيه؟ إن الحد الثالث حاصل لأربع عددين الفرق بينهم الحد الأوسط. خلي بالك الغلطات هنا بتضيع الامتحان. يبقى هنا بصيت دي معادلة من الدرجة الثانية، إشارة الحد الثالث سالبة، يبقى الحد الثالث حاصل لأربع عددين الفرق بينهم الحد الأوسط. لو كانت إشارة الحد الثالث موجبة يبقى واضح من هنا أستفيد من كده إن الحد الثالث حاصل لأربع عددين مجموعهم الحد الاوسط. يعني هنا لو دي موجب 525 ودي هنا زائد 35 و15 40، يبقى واضح ان هنا 50، يبقى واضح انهم واحده هتطلع بال 35 واحده هتطلع بال 15. يعني انا لو كتبتها كده تاني معلش، يعني كتبت نون تربيع وبعدين هنا ناقص 50 نون زائد 525 بتساوي صفر، يبقى واضح في الحاله دي لما اجي احلل هقول نون نون، واضح دي 35 ودي 15، واضح ان هنا اشارتهم كلهم سلبيين، يبقى واضح نون في الحاله دي بتساوي 35 ثانيه او نون بتساوي 15 ثانيه، تفرق في المساله دي عندي. ماشي يا استاذ خالد؟ فهمت تمام. لسه في مطلوب تاني ولا ده المطلوب التاني؟ لا ده المطلوب التاني. السؤال جبنا على طول، جبنا اول حاجه المسافه المقطوعه في 12 ثانيه، وبعد كده جبنا تمام الزمن اللي بيستغرقه في قطع مسافه 525. ناخد سؤال كمان بقى، بيقول بدا جسيم حركته في اتجاه ثابت بسرعه 15 سنتيمتر لكل ثانيه وبعجله منتظمه 2.4 سنتي لكل ثانيه في اتجاه سرعته، احسب المسافه التي يكون الجسم قد قطعها خلال الثانيه الرابعه من حركته. طلب المسافة خلال الثانية الرابعة. خلي بالك دلوقتي الجسم بدأ حركته في اتجاه ثابت بسرعة 15، يبقى واضح هنا عين صفر بتساوي 15 سنتيمتر كل ثانية، وبعجلة منتظمة في نفس اتجاه السرعة، كلمة نفس اتجاه السرعة يعني يبقى العجلة موجبة، يبقى جيم بتساوي 2.4 أو العجلة تزايدية سنتيمتر على الثانية تربيع. عايزين المسافة التي قطعها الجسم خلال الثانية الرابعة، يبقى عشان أجيب المسافة
خلال الثانية الرابعة بتساوي فيها 4 ناقص فيه 3، فيها 4 ناقص فيه 3. نقطة مهمة. خلاص نبدأ نشوف قانوننا. ده علاقة بين المسافة والزمن يا مستر، يبقى واضح هنا اهي، فيه بتساوي عن صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. خلاص نخلي بالنا المسافة معرفهاش فيه، لكن عندي عن صفر موجودة، يبقى فيه هنا بتساوي 15 نون، هجيب بعد 4 ثواني، يبقى 15 في 4 زائد نص جيم باتنين واربعة من عشرة في 16، لان 4 تربيع ب16. طيب يبقى فيه في الحالة دي فيه 5 فيها 4 بتساوي هنا 60، ودي مع دي فيها الواحد واتنين من عشرة، او بلاش الاتنين مع 16 فيها 8، هضرب 8 في 4 ب32، و8 في 2 ب16، و3 يبقى 19، يبقى واضح ان دي بتساوي 79 و2 من عشرة سنتي متر. بعد كده بنجيب فيه 3، فيه 3، فيه 3 بتساوي 15 في 3، اهي نون ب3، وبعدين زائد نص في 2 و4 من عشرة في 9، نون تربيع ب9. طب نيجي مع بعض هنا، يبقى هنا فيه 3 بتساوي ايه؟ فيه 3 يا مستر بتساوي 45 زائد دي مع دي فيها الواحد واتنين من عشرة، هنا بضربها في 9 يبقى 10 و8 من عشرة، يبقى واضح دي بتساوي 55.8 سنتيمتر. يبقى المسافة خلال الثانية الرابعة هقول 79.2 ناقص 55.8. 8 من 12 4، 5 من 8 3، وبعدين 5 من 7 2، يبقى 23 و4 من 10 سنتي متر، لان المسافه بالسنتي. ليها قانون تاني يا مستر، اللي هي فيه نون تساوي عن صفر زائد جيم في نون ناقص نص، بتجيب على طول المسافه خلال الثانيه الرابعه بان انا اعوض عن نون باربعه، يعني ده صح، والطريقه الثانيه برضه هتبقى خطوه في واحده. الثانيه الرابعه يبقى هنا في الثانيه الرابعه يبقى بجيبها احلها بالطريقه الثانيه برضه، هقولها بالطريقه الثانيه. بس هنا في الثانيه الرابعه هحل عليها مساله دلوقتي، ممكن احل المساله دي كانت بطريقه ثانيه. واضح ان هنا كان مديني السرعه الابتدائيه عن صفر بتساوي 15 سم كل ثانيه، ومديني العجله بتساوي 2 و4 من عشرة هنا سنتيمتر على الثانيه تربيع، وهنا عايزين في الثانية الرابعة. خلي بالك هنا السرعة المتوسطة اللي هي عين مين، عين مين بتساوي ايه؟ في ثانية الرابعة واحد بتساوي اللي هي عين صفر زائد جيم في نون ناقص نص. طيب فيه هنا عندي بكام؟ هنا فيه ما اعرفهاش، هو عايز المسافة، يبقى فيه على واحد بتساوي عين صفر كانت ب15 زائد جيم اللي هي واحد واتنين من عشرة، اتنين واربعة من عشرة في نون يبقى 4 ناقص نص. خلاص يبقى دي 15، يبقى فيه في الثانيه الرابعه الثانيه يبقى على واحد في هنا 15 زائد 2 و4 من 10 في 3 ونص، يعني في 7 على 2 اللي هي في 3 ونص. برضه هنجيبها مع بعض، ادي 15 زائد، طبعا هنا عشان اريح كده هاخد هنا دي هخليها 1 و2 من 10 واضرب 2 في 3 ونص تديني 7، يبقى كده يبقى دي 15 زائد 8 و4 من 10 يبقى دي 24 و4 من 10 سنتيمتر. طبعا انا بستخدم مهارات الرياضه في الحل، قسمت ال 2 و4 من 10 على 2 وضربت ال 2 في 3 ونص بقت 7، يبقى اضرب 7 في 12، وكلنا حافظين 7 في 12 ب 84، وحطيت العلامه فعلا 23 و4 من 10، وانا هنا برضو مطلعها 23 و4 من 10 كده او كده صح. بس الطريقه الثانيه دي هنحل بيها بعد شوية كده، هنثبت طريقة واحدة للحل. ناخد مسألة كمان. ماشي يا رئيس، نستنى مسألة. يتحرك جسم بعجلة منتظمة في اتجاه ثابت، فإذا قطع 19 سنتي خلال الثانية السادسة من حركته وقطع 27 سنتي خلال الثانية العاشرة من حركته، احسب السرعة الابتدائية للجسم. هنا بقى خلي بالك معايا، يتحرك جسم بعجلة منتظمة في اتجاه ثابت فإذا قطع 19 ثانية خلال الثانية السادسة.
قطع هنا سرعة متوسطة، فأنا قلت في السرعة المتوسطة عرفت إن عين ميم دي بتساوي في الثانية يبقى على واحد، لو في ثانيتين هنقول على اتنين، بتساوي عين صفر زائد جيم في نون ناقص نص. خلاص بقى عرفنا القاعدة. فهنا القطع في الثانية يتحرك جسم بعجلة منتظمة هنا في اتجاه ثابت، فإذا قطع 19 سنتي خلال الثانية السادسة، خلال ثانية سادسة، يعني هقول فيه على واحد. فيه نون على طول. الفيه ب 19، 19 على واحد بتساوي عين صفر زائد جيم في نون خلال مين؟ الثانية السادسة، يبقى ستة ناقص نص. ناقص نص. يبقى هنا 19 بتساوي عين صفر زائد 5.5 جيم. 5.5 جيم، ودي معادلة رقم واحد. طيب الجملة التانية نقراها مع حضرتك تاني. و 27 سنتي خلال الثانية العاشرة من حركته. يبقى هقول 27 على واحد بتساوي عين صفر زائد جيم في نون ناقص نص الثانية العاشرة، يبقى هنا 10 ناقص نص. خلاص بقت سهلة، يبقى واضح دي 27 على واحد بتساوي عين صفر زائد هنا 9.5، 9.5 جيم، ودي نمرة 2. هقول بطرح واحد من اتنين، بطرح واحد من اتنين هتلغي يا اما العجلة يا اما السرعة الابتدائية. هلغي السرعة بقى، خلي بالك برضه حطهم تحت بعض عشان ما حدش يتوه. ادي 27 بتساوي عين صفر زائد هنا زائد 9.5 جيم، 9.5 جيم، والتانية كتبت تحتها 19 بتساوي عين صفر زائد 5.5 جيم. خلي بالك انا بغير اشارة اللي تحت، هغير اشارة اللي تحت، دي سالب سالب سالب، هطرح 9 من 17 يبقى فيها 8، والعين صفر هتروح مع عين صفر، بتساوي 5.5 من 9.5 بتطلع 4 جيم. يبقى اذا جيم بتساوي التمييز بتاع جيم 2 ايه؟ التمييز سنتيمتر على الثانية تربيع، 2 سنتيمتر على الثانية تربيع. باين. يبقى هنا خلي بالك قال لي ايه؟ ركز تاني في السؤال، لان المسائل دي اهم مسائل موجودة في سنة تالتة. يتحرك جسم بعجلة منتظمة في اتجاه ثابت، فإذا قطع 19 سنتي خلال الثانية السادسة، كلمة الثانية السادسة يبقى بقول إن السرعة المتوسطة بتساوي عين صفر زائد دي ناقص نص ثانية. وهنا من حركته وقطع 27 خلال الثانية العاشرة من حركته، احسب السرعة الابتدائية للجسم. طبعا أنا جبت العجلة، ممكن أعوض في أي واحدة أجيب السرعة الابتدائية. طبعا أنا من واحد كان هنا عندي 19 بتساوي عين صفر زائد 5.5 جيم، 5.5 جيم، يعني 19 بتساوي عين صفر زائد 11 على 2، رفعت الكسر في 2، 2 مع ال 2. طب انا عايز السرعه الابتدائيه، عين صفر بتساوي 19 ناقص 11 يبقى بتساوي 8 سنتيمتر، مهم جدا، على الثانيه، يبقى جبت السرعه الابتدائيه. يبقى تاني السؤال بتاعنا معلش نقراه عشان الاسئله دي موجوده في ثالثه، مهمه جدا، وبحللك بطريقه سهله بسيطه قانون حفظته انت دلوقتي، استفدت من ايه؟ من القانون بتاعه. يبقى هنا يتحرك جسم عجله منتظم في اتجاه ثابت، واذا قطع 19 خلال الثانيه السادسه من حركته وقطع 27 خلال الثانيه العاشره من، احسب السرعه الابتدائيه للجسم. نشوف سؤال تاني. اشوف. بدأ جسيم حركته بسرعة 20 سنتيمتر لكل ثانية وبعجلة منتظمة 4 سنتيمتر لكل ثانية تربيع في اتجاه السرعة الابتدائية. احسب أولا المسافة المقطوعة خلال الثانيتين الرابعة والخامسة، ثانيا المسافة المقطوعة خلال الثواني السادسة والسابعة والثامنة. مهم جدا برضو، بدأ جسم حركته يبقى السرعة الابتدائية عين صفر بتساوي 20 سنتيمتر كل ثانية. بكتب تمييزي، مش هكتب 20 واسيبها، لا. وبعجلة منتظمة في نفس اتجاه السرعة، العجلة المنتظمة بيبقى هنا 4 سنتيمتر على الثانية تربيع. هنا طلب مني أحسب المسافة المقطوعة خلال الثانيتين الرابعة والخامسة. يبقى خلي بالك على السرعة المتوسطة فيه على 2 بتساوي عين صفر زائد جيم في نون زائد ناقص واحد. ناقص واحد. قطع كام؟ قطع هنا خلال الثانيتين المسافة المقطوعة خلال الثانيتين يبقى فيه على 2. سرعته الابتدائية كانت كام؟ 20، والعجلة كانت 4 في الثانيتين الرابعة والخامسة، يبقى 5 ناقص 1. ناخد الكبيرة.
يبقى فيها على 2 برضو ماشي خطوة خطوة بتساوي 20. طبعا 5 ناقص 1 فيها الأربعة، في 4 ب 16، يبقى هنا 16 زائد 20، يبقى إذا فيه على 2 بتساوي 36. طب أنا عايز المسافة، يبقى فيه بتساوي 2 في 36 72 بتساوي 72 إيه؟ سنتيمتر. سنتيمتر. مهم جدا التمييز. يبقى إذا السرعة المتوسطة في ثانيتين يبقى فيها على 2 بتساوي عن صفر زائد جيم في نون ناقص ايه طب واحد. لو 3 ثواني، يبقى فيها على 3 في تمام. نون ناقص واحد ونص، اللي هو ايه كل ثانية بنقص. ده قانون مهم جدا. ما يبقى كده لمينا اصعب الافكار الموجودة. يبقى تمام. هنا برضو هكتب المسألة تاني، كانت عن صفر. هو عايز بقى المطلوب التاني اللي هو بيقول المسافة المقطوعة خلال الثواني السادسة والسابعة السابعة والثامنة. والثامنة. يبقى هنا عن صفر برضو بكتب تمييزي قدامي، لان الديناميكا كلها متوقفة على الوحدات. عن صفر بتساوي 20 سنتيمتر على الثانية، وجيم بتساوي 4 سنتيمتر على الثانية تربيع. وهنا عايزين المسافة المقطوعة في الثواني، خلي بالك اهي الثواني 6 و7 و8. برضو هنا بقول ايه عن السرعة المتوسطة اهي، اللي هو بتساوي فيها على 3 ثانية 2 3 بتساوي عن صفر زائد جيم في نون ناقص 1.5 او 3 على 2. يلا طيب يا مستر، يبقى فيها على 3 بتساوي عن صفر، عن صفر بكام؟ ب 20، زائد ج بكام؟ ب 4، في ن اخر حاجه كام؟ 8 ناقص 1.5. اكبر حاجه يعني، احنا قلنا السادسه والسابعه والثامنه، احنا بناخد اكبر حاجه اللي هي الثامنه. الثمانية. يبقى هنا برضو فيها على 3 لسه معايا اهي، بتساوي 20 زائد 8 ناقص 1.5 ب 6.5، 6.5 7 8، يبقى 6.5 4 في 6.5. طبعا هنا لو قلت 2 في 6.5 13، يبقى 26، يبقى 20 زائد 26، يبقى فيها على 3 بتساوي 46. انا عايز فيه، يبقى اذا فيه بتساوي 3، مش عايز استعجال في الحل، في 46. 3 في 6 ب 18، و3 في 4 ب 12، و1 13 برضو سنتيمتر. يبقى احنا كده لخصنا نقطة مهمة، لو هقول برضه افكرك بيهم، لان الثلاث قوانين دي مهمه. لو قال لي هنا المسافه المقطوعه في ثانيه معينه، يبقى اقول فيها على 1 في عين صفر زائد ج في نون ناقص. لو قال لي المسافه المقطوعه في ثانيتين متتاليتين الثانيه والثالثه، يبقى فيها على 2 بتساوي عن صفر في نون، هنا عن سرعه متوسطه، يبقى فيها على 2 بتساوي عن صفر زائد ج في نون ناقص 1. وعوض بالنون الكبيره اللي فيهم. هاخد اكبر حاجه. طب المسافه في 3 ثواني بقى، لو حدد 3 ثواني، يبقى فيها على 5 3. و6 و7 مثلا، يبقى فيها على 3 بتساوي عن صفر زائد ج في نون ناقص 1.5. يبقى كده انت لمينا اصعب افكار بتيجي في الديناميكا، موجوده في سنه ثالثه. كل الافكار دي مش موجوده في ثانيه بس، لا موجوده في ثالثه كمان معانا. نشوف برضو سؤال تاني. يا ريت قبل السؤال يا فندم تشرح لنا نبذه كده عن الحركه الرأسيه. خلي الحركه الرأسيه بقى الحلقه الجايه، نشوف الاول المسائل دي وبعدين ندور على الحركه الرأسيه، عشان لسه عندنا لا هيكفي ان شاء الله، ونشرح على الحركه الرأسيه. طيب ناخد مثال يعني. استخدم سائق سيارة فراملها عندما كانت 45 كيلومتر ساعة، فنقصت سرعتها إلى 18 كيلومتر لكل ساعة بعد أن قطعت 525 متر. احسب زمن قطع هذه المسافة، ثم احسب المسافة التي تقطعها السيارة بعد ذلك حتى تسكن، واحسب السرعة المتوسطة خلال المسافة كلها. استخدم سائق سيارة فراملها عندما كانت سرعتها 45 كيلومتر على الساعة، يعني عن صفر 45 كيلومتر على الساعة، يبقى هنا عن صفر بتساوي 45 كيلومتر كل ساعة. فنقصت سرعتها إلى 18 كيلومتر على الساعة، يبقى واضح السرعة النهائية، السرعة النهائية عين بتساوي 18 كيلومتر كل ساعة. بعد ايه قطع مسافه كام؟ 525 متر. وفيه يبقى يلزم التحويل هنا بقى، لان دي كيلومتر كل ساعه 525 وده متر. بالمتر. واضح من هنا ضروري كده، اول حاجه هنا طلب مني احسب زمن قطع هذه المسافه. طب ضروري اعرف انا علاقه بين السرعه والمسافه، على فكره ده علاقه بين السرعه والمسافه، يبقى ده القانون الثالث بتاعي اللي هو عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج في. كويس، نبص مع بعض. اولا دي كيلومتر على الساعه ودي بالمتر، يبقى حول من كيلومتر على الساعه لمتر على الثانيه، يبقى عين صفر 45 في 5 على 18
بتساوي 45 في 5 على 18. على 9 2 على 9 5 يبقى دي 25 على 2 متر كل ثانيه. هي 12 ونص يعني. عندي هنا السرعه الثانيه 8 متر كده، 8 كيلو متر كل ساعه، 8 في 5 هي على 18. هي 18. 18 الثانيه 18 كيلو متر، 18. يبقى 18 في 5 على 18 بتساوي 5 متر كل ثانيه. نبدا بنعوض في القانون بتاعنا. عين تربيع السرعه ان هي كانت 5، 5 تربيع ب 5 اهو. رغم ان هو طالب الزمن يا فندم، لما حضرتك هتجيب العجله الاول وبعد كده تبدا تجيب الزمن. لان علاقه بين السرعه والمسافه، يبقى ضروري اجيب العجله. يبقى هنا واضح، هنا جبت عوضت عن السرعه النهائيه ب 25، 5 تربيع. السرعه الابتدائيه خلي بالك معايا 25 على 2 يبقى 25 في 25 على 4. زائد 2 ج ما اعرفهاش فيه ب 525. اقسم طرفي المعادله على 25، على 25 هنا بقت فيها الواحد، على 25 هنا راحت، على 25 خلي بالك فيها الاثنين، 25 ب 50 و25 على 25 طبعا هنا 50 فيها الاثنين وبعدين بقت 21. اصبحت دي هنا عباره عن كده. اضرب برضو طرفي المعادله في 4 عشان هنا في 4 مشكله بالنسبه لي. اضرب طرفي المعادله في 4، 4 بتساوي 25 زائد هنا 8 ج في 21. هنمشي كده مع بعض، هودي ال 25 في الطرف الأيمن بتغيير الإشارة، هتبقى هنا 4 سالب 25 بتساوي 8 ج في 21. عشان كده أنا مش بمشي المسألة ما بضربش الأرقام كلها ببعضها. خلي بالك أنا بقى سالب 21 بتساوي 8 في 21 ج. ال 21 هتروح مع ال 21. هقسم طرفي المعادلة على ال 21، يبقى إذا ج بتساوي سالب 8. سالب 8 تمييزي إيه؟ متر على الثانية تربيع. تاني كم؟ هنا واضح ان العلاقة كانت هنا مديني السرعة الابتدائية عجلة تقصيرية. ليه؟ لان واضح الجسم سرعته قلت من 45 كيلو متر على ساعة، يبقى لازم العجلة تطلع تقصيرية. عجلة تقصيرية في المسافة كده. يبقى أول حاجة أنا جبت العجلة، جبت العجلة طبقت في القانون بتاعي عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع، لأن ما كنتش مش هعرف أجيب الزمن لأن ما عنديش العجلة، لأن القانون كله معتمد على إني أجيب العجلة. فجيت مشيت عادي خطواتي عادي، واضح ان هنا عين تربيع، ربحت، قسمت طرفي المعادله. بفضل انك تستخدم مخك في الاختصارات، هتسهل. طب يبقى بياناتي اللي عندي ايه؟ هكتبها تاني قدام. نرجع للقانون الاول بقى، ما احنا معانا السرعه الابتدائيه والسرعه النهائيه. عندي عين صفر كانت بتساوي كام؟ هنا طلعناها 25 على 2 متر على الثانيه، وكانت السرعه النهائيه عين بتساوي 5 متر على الثانيه، والعجله طلعناها سالب 2، العجله اللي هي بتساوي سالب 2، نقدر نجيب الزمن متر على الثانية تربيع. طيب نيجي من بعض ايه كده نشوف هو عايز الزمن. نقرا كده، هنا احسب المسافة التي تقطعها لا احسب الزمن قطع هذه المسافة. يبقى لسه الزمن. عايزين ايه الزمن. يبقى واضح القانون بتاعي ايه يا مستر؟ علاقة بين السرعة والزمن. القانون الاولاني عين بتساوي عين صفر زائد ج نون. السرعة النهائية 5، السرعة الابتدائية 25 على 2، العجلة ناقص تمن، الزمن مجهول. واضح من هنا يبقى هودي ده في الطرف الأيمن، أضرب طرفي المعادلة في 8 وأخلص. 8 في 5 ب 40، وبضربت 8 على ال 2 فيها ال 4 بقت هنا 100، وهنا ناقص نون. إذا نون هنا بتساوي 60 ثانية. نون هنا وكده، يبقى يعني حاجة يعني دقيقة 60 ثانية يعني 1 دقيقة. نقرا تاني المسألة، هل خلصت ولا كده قفلنا؟ لا لسه المطلوب تاني. هنا بيقول لي احسب زمن قطع المسافة الأولى اللي قطع فيها 525 مترا. خلصها. ثم احسب المسافة التي تقطعها السيارة بعد ذلك حتى تسكن. لسه المسألة فيها حاجات كتير. واحسب السرعة المتوسطة خلال المسافة كلها. خلينا لغاية حتى تسكن. يبقى أول حاجة احسب المسافة التي تقطعها السيارة بعد ذلك حتى تسكن. السرعة اللي اكتسبتها في نهاية الفترة الأولى تعتبر سرعة ابتدائية. يبقى إذا هنا عين صفر بتساوي 5 متر على الثانية، وعين النهائية هتساوي صفر. ليه؟ احسب ثم احسب المسافة التي تقطعها السيارة بعد ذلك حتى تسكن. يعني حتى تسكن يبقى السرعة النهائية بصفر، بس العجلة ما اتغيرتش، لكن العجلة بتاعتي العجلة ثابتة. وجيم بتساوي سالب 8 متر على الثانية تربيع. طب هو عايز المسافة يا مستر، هنا احسب المسافة. طيب يبقى هستخدم القانون الثالث برضو، عين تربيع
بتساوي عن صفر تربيع زائد 2 جيم ف. كويس، نبص مع بعض. العين عين تربيع بصفر عشان تسكن، لانه تسكن. السرعة الابتدائية 25 اللي هي تعتبر سرعة نهائية للحركة الأولى، زائد 2 في سالب 8 في 2 برضو نضرب في 8. ممكن هنا قال 2 مع 8 فيها الأربعة، يبقى خلي بالك بقول هودي سالب ربع في فيه 2 في الطرف الأيمن، سالب ربع فيه 2 في الطرف الأيمن، هتروح بإشارة موجبة بتساوي طبعا اهو 2 مع 8 يبقى ربع، بتساوي 25، يبقى اذا فيه 2 بتساوي 100. 100 ايه؟ متر وليس سنتيمتر. دي المسافه اللي مشيها لغايه لما يسكن. يبقى خلي بالك معايا الجسم كان ماشي كده في خط مستقيم اهو، قطع في الفتره الاولى كانت كام؟ الفتره الاولى قطع هنا كان مشي 525 متر، مشي الفترة الأولى من أ ل ب أهو ب 525 متر. 525 متر، وبعدين زمن كمل بعد كده في الزمن بتاعه في اللحظة دي. الزمن كان كام؟ 60 ثانية. 60 ثانية أيوة. وبعدين هنا مشي في الفترة الثانية هنا كم متر طلعناها؟ 100 متر. طب ما عرفناش هو خد زمن قد إيه وهنا مشي 100 متر. نحسب الزمن. هنحسب الزمن، هنا مشي 100 متر. معانا السرعة الابتدائية اللي هي سرعة هرجع تاني لمسألتي، مسألة فيها كذا فكرة، يبقى واضح ان عندي عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون. عندي بيسكن، يبقى السرعة النهائية بتساوي صفر. السرعة الابتدائية كانت بكام يا مستر؟ كانت بخمسة، يبقى اللي هي اكتسبها في نهاية الفترة الأولى. ناقص تمن نون اتنين، يبقى اذا نون 2 بتساوي 40 ثانية. 40 ثانية يبقى الزمن الكلي، يبقى 40 ثانية. نرجع نقرا المسألة تاني، شفنا المسألة فيها أكثر من فكرة ازاي. هنا بيقول لي خلاص احسب المسافة التي تقطعها السيارة بعد ذلك حتى تسكن، قلنا المسافة طلعت 100 متر، واحسب السرعة المتوسطة خلال المسافة كلها. السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. السرعة وخلي بال حضرتك هنا السرعة المتوسطة هي نفسها متجه السرعة المتوسطة، لان هم الاثنين في اتجاه واحد، الاثنين في اتجاه واحد. السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. على الزمن الكلي تمام. الزمن الكلي 60 و40 يبقوا 100. هنا المسافة الكلية 625، ادي 525 و100 625 على 100. واضح انها بتساوي 6 وربع. 25 من 100 ايه؟ متر وليست سنتيمتر. مسألة جميلة هنقراها تاني كده يا استاذ خالد. لا دي عايزين سرعة متر كل ثانية، دي السرعة المتوسطة. خلي بالك نقرا المسألة تاني ونخش على حاجة جديدة. نقرا المسألة تاني عشان نبص اتقسمت فيها أكتر من فكرة. ثلاث استخدم مسائل في بعض. استخدم سائق سيارة فراملها عندما كانت 45 كيلومتر لكل ساعة فنقصت سرعتها إلى 18 كيلومتر لكل ساعة. دي على طول بتخليني أفهم إن العجلة تخسر إيه؟ لأنه كان 45 كيلومتر لكل ساعة بقى 18 كيلومتر لكل ساعة. يبقى هنا حتى الحركة متغيرة. ما دام إيه تغير من سرعته، الكلام اللي قلناه في الأول خالص. تمام. وبعد أن قطعت مسافة 525 متر، احسب زمن قطع هذه المسافة، جبناها وطلعناها الزمن طلع 60 ثانية. ثم احسب المسافة التي تقطعها السيارة بعد ذلك، وجبنا المسافة طلعت 100 متر حتى يسكن، واحسب السرعة المتوسطة خلال المسافة كلها، جبنا السرعة المتوسطة طلعت 6 وربع متر لكل ايه ثانية. مسألة مهمة، مسألة جدا جميلة. مسألة جميلة، مسألة امتحان. ممكن هي بتجيلنا في ثالثة برضه، ويركب عليها حاجة تانية، بيديك يطلب القدرة، يطلب الشغل. يبقى انت خلي بالك المسائل دي مسائل هي موجودة في سنة ثالثة، بس بنضيف عليها معلومة جديدة. يعني مش مسألة دي بنديها لك مراجعة الهدف، الهدف منها دي مسائل تأسيسك لسنة ثالثة. نشوف سؤال تاني. تتحرك كرة ألف بسرعة منتظمة 40 سنتيمتر لكل ثانية، وبعد دقيقة من مرورها بموضع معين تحركت من نفس الموضع كرة أخرى به بسرعة ابتدائية 60 سنتيمتر لكل ثانية، وبعجلة منتظمة 4 سنتيمتر لكل ثانية تربيع في اتجاه السرعة الابتدائية. متى تلحق الكرة به بالكرة ألف، وما سرعتها عندئذ؟ مسألة هي برضو سنة تالتة. مسألة سنة تالتة مش سنة تانية يا جماعة. هنا نبص مع بعض المسألة دي، هنشرحها لأنها مسألة مهمة، لأنها حالتين، حالة سرعة منتظمة وحالة حركة بعجلة.
هنا كان في ادي نقطة ألف، في أول حاجة تتحرك كرة ألف بسرعة منتظمة، سرعة منتظمة، يبقى هنا واضح ألف هنا سرعتها المنتظمة عين ألف بتساوي 40 سنتيمتر كل ثانية. مشيت لمدة 60 دقيقة، بينما أن هنا الكرة تتحرك لمدة دقيقة، دقيقة يا 60 بتتحرك ثانية تقصد. بسرعة منتظمة، خلي بالك، يبقى إذا في بتساوي عين في نون. خلاص يبقى مشيت مسافة قد إيه في الدقيقة؟ يبقى في بتساوي إلى 40 في 60 دقيقة، في دقيقة واحد دقيقة يبقى 60 ثانية، يبقى 2400 إيه هنا سنتيمتر، لأنها ماشية بالسنتيمتر كل ثانية، تمام. يبقى واضح كده المسافة. يبقى هنا الكرة ألف كانت هنا مشيت كده 2400، دي 2400 المسافة اللي سنتيمتر. فرقت عن الجسم التاني. ألف وصلت هنا، بعد ما ألف وصلت هنا اتحركت من هنا ب، كرة ب ماشية، هيتقابلوا هنا لأنها ماشية بتسارع بعجلة متسارعة، يعني الكرة التانية ماشية بعجلة متسارعة، أهي الكرة التانية، هنفرض إنهم هيتقابلوا هنا عند النقطة دي. خلاص؟ يبقى هنا الكرة ب تتحرك حركة متسارعة، الكرة ب تتحرك حركة متسارعة، متسارعة. ليه بتتحرك حركة متسارعة؟ لأن هنا بتتحرك بسرعة ابتدائية عين صفر وبعجلة منتظمة 4 سنتيمتر كل 60 ثانية في اتجاه سنتيمتر على سرعتها الثانية، الابتدائية وعجلة منتظمة ج بتساوي 4 سنتيمتر في على نفس الثانية الاتجاه، تربيع في نفس اتجاه سرعتها يعني الابتدائية. سرعة عجلة تزايدية. يبقى هنفرض ان هنا المسافة اللي هتقطعها الكرتين هنا حتى طبعا هنا بعد نون ثانية، نفرض ان الكرتان هنا طلب مني ايه؟ الكرة هنا ب تلحق الكرة ألف، الكرتان هنا يبقوا على نفس هنا نقطة الوصول بعد نون ثاني. خلي بالك معايا، المسافة اللي هتقطعها الكرة التانية اللي هي فيه اتنين بتساوي عن صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. طيب يبقى فيه اتنين بتساوي ايه؟ في عن صفر بكام؟ بستين في نون زائد نص جيم بكام؟ باربعة نون تربيع. طب فيه واحد احنا وصلنا لهنا لكن دي بتتحرك بسرعة منتظمة يعني سرعتها ثابتة، يعني بعد نون ثانية وفيه اتنين فيه واحد هتبقى ايه؟ بتساوي 40 نون. لا زائد خلي بالك هنا معايا، دي كلها عبارة عن ايه؟ فيه اتنين ودي فيه واحد، الفرق بين الاتنين دول بيديني 2400، يبقى فيه اتنين ناقص فيه واحد، فيه اتنين ناقص فيه واحد بتساوي 2400. تاني، انا بعد ما وصلت الكرة ألف إلى النقطة دي بدأت الكرة ب تتحرك، فسرعة الكرة ب متزايدة، يبقى افترضت انهم هيلحقوا بعض هنا بعد نون ثانية. طب بعد نون ثانية دي هتكون قطعت ايه من هنا؟ قطعت هنا 40 نون، لكن دي قطعت المسافة 60 نون زائد ايه كده. هجيب بقى الفرق كده، فيه 2 ناقص فيه 1 بيساوي 2400، الفرق بين المسافتين اهم. طب دي هنا فيه 1 اهي. نبص مع بعض. فيه 2 اهي 60 زائد 2 نون تربيع، فيه 2 اهي فيه 2 ناقص فيه واحد بتساوي 2400، فيه اتنين عبارة عن 60 نون زائد 2 نون تربيع ناقص فيه واحد اللي هي بتتحرك بسرعة منتظمة، يبقى 40 نون بيساوي 2400. كويس، الستين من الأربعين من الستين يبقى فيها 20، يبقى 2 نون تربيع زائد 20 نون ناقص 2400 بيساوي صفر. كله يبقى القسم على الاثنين، على الاثنين بقت نون تربيع زائد 10 نون ناقص قسمنا على اثنين يبقى 1200 بتساوي صفر. طيب هنا عددين حصل ضربهم 1200 والفرق بينهم 10، طيب هنا 30 في 40، 30 في 40 ب 1200 والفرق بينهم 10، اشاره الحد الثالث سالبه، يبقى الحد الثالث حصل ضرب عددين الفرق بينهم الحد الاوسط، يبقى بروح كاتب كده نون نون 40 30، إشارة الأكبر هي إشارة الأوسط، يبقى الإشارة الأكبر بتاخد الإشارة الموجبة والإشارة التانية بتبقى السالبة بتساوي صفر، يبقى إذا نون بتساوي 30 ثانية. ده زمن يبقى التلاحق. هنا تلحق الكرة ب الكرة ألف بعد
30 ثانية. هل طلب حاجة؟ نشوفها مع بعض. السؤال بتاعي وما سرعتها عند إذن؟ بيقول لك متى تلحق الكرة ب بالكرة أ بعد 30 ثانية وما سرعتها عند إذن؟ سرعة مين؟ الكرة ب، لأن أ سرعتها ثابتة. طب سرعة الكرة ب إيه؟ يبقى عندي عين قانوني حافظه، عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون. طيب نخلي بالنا سرعتها عند إذن كام؟ عين بتساوي عين صفر بكام؟ سرعتها الابتدائية كانت 60 متر، 60 سنتيمتر على الثانية، زائد العجلة كانت هنا 4 في نون 30، يبقى واضح عين بتساوي 60 زائد 120 هتساوي 126 هنا سنتيمتر كل ثانية. خلي بالك واضح من هنا ان ديكها سرعتها ثابتة على طول 40 سنتيمتر، والتانية سرعتها وصلت 126 سنتيمتر على الثانية، يبقى ضروري تلحقها بعد زمن قدره 30 ثانية. نشوف سؤال تاني. نشوف سؤال تاني. أطلقت رصاصة أفقية على حائط رأسي بسرعة 40 أطلقت رصاصة أفقية على حائط رأسي بسرعة 40 سنتي لكل ثانية، فغاصت فيه 25 سنتي حتى سكنت. فإذا فرض أن الرصاصة تتحرك داخل الحائط بتقصير منتظم، احسب السرعة التي تخرج بها الرصاصة إذا أطلقت بنفس السرعة على حائط سمكه 9 سنتي، إذا علم أن العجلة التي تتحرك بها الرصاصة واحدة في الحالتين. هنا أطلقت رصاصة أفقيا على حائط رأسي بسرعة 40 متر على الثانية، فغاصت فيه 25 سنتيمتر حتى سكنت. طيب هنا هنشوف مع بعض. هنا السرعة الابتدائية خلي بالك ايه؟ عين صفر بتساوي 40 متر كل ثانية، وعندي هنا غاصت في الخشب يعني السرعة النهائية بتساوي صفر، وغاصت في مسافة 25 سنتيمتر يعني 25 على 100 هنا سنتيمتر، حولت من سنتيمتر على ايه؟ طبعا احولها المتر، قسمت على ايه؟ 100. يبقى ضروري اجيب العجله اللي اتحركت بيها الرصاصه داخل الخشب. تاني، اطلقت رصاصه افقيا على حائط راسي بسرعه كام؟ بقرا التمييزات مع بعض كده، 40 متر على الثانيه، فغاصت فيه 25 حتى سكنت. ما دام سكنت يبقى واضح اجيب العجله اللي بتتحرك بيها داخل الخشب. نبص مع بعض القانون بتاعي. ده علاقه بين المسافه والسرعه. يبقى بستخدم القانون الثالث، يبقى عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 جيم ف. كويس، هتسكن يبقى دي بصفر، بتساوي عين صفر 1640 في 40 ب 1600 زائد 2 جيم ما اعرفهاش ف بربع 25 على 100 اللي هي بربع 1 على 4 في ف، يبقى دي مع دي فيها الاثنين، يبقى واضح ان هنا النص جيم هتروح في الطرف الايمن باشاره سالبه، سالب نص جيم بتساوي 1600. طب انا عايز جيم، يبقى اذا جيم بتساوي سالب 3200 التمييز بتاعي متر على الثانيه تربيع. ليه؟ لان حولت المسافه للمتر. يبقى دي العجله اللي بتغوص بيها داخل الخشب. تاني مع بعض كده، هنا بيقول لي اطلقت رصاصه افقيا على حائط راسي بسرعه 40 متر على الثانيه، فغصت فيه 25 سنتيمتر حتى سكنت. فاذا فرض ان الرصاصه تتحرك داخل الحائط بتقصير منتظم، فعلا طلعت بتقصير منتظم، عايزين السرعه التي تخرج بها الرصاصه اذا اطلقت بنفس السرعه على حائط سمكه 9 سنتي، اذا علم ان العجله التي تتحرك بها الرصاصه في واحده في الحالتين. طيب خدت الرصاصة دي نفسها بنفس السرعة، سرعتها الابتدائية عين صفر اللي هي 40 متر على الثانية، وأطلقتها على حائط تاني هنا سمكه 9 سنتي، يبقى هتخرج منه 9 سنتي، يبقى 9 على 100 متر. طبعا هتخرج بسرعة عين، هتخرج بالسرعة عين. أنا عايز أجيب إيه؟ السرعة اللي بتخرج بيها من مادة، عايزين أوجد إيه؟ السرعة اللي بتتحرك بيها. طلب ايه؟ خلي بالك احسب السرعة التي تخرج بها الرصاصة اذا اطلقت على حائط سمكه اقل، ده كان 25 سكنت 9 يبقى تخرج. يبقى برضه هستخدم القانون بتاعي اللي هو عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 جيم ف.
نفس الخشب السرعة النهائية هتخرج بقى عين تربيع موجودة، عين تربيع موجودة. عين صفر بكام يا مستر؟ 1600. هنا زائد 2 ج بكام؟ سالب 3200، يبقى في سالب في 2، 2 في سالب 3200 اهم، السالب اتغيرت. في ف كام؟ 9 على 100. ادي الصفرين راحوا مع بعض، صفرين اهو. نكتبها تاني كده، ايه؟ عين تربيع، عين تربيع كانت بتساوي 1600 زائد ناقص طبعا هنا اهو، خلي بالك 64 في 9، 2 في 32 ب 64، هنا ناقص 64 في 9. واحد يقول لي هناخد هنا ايه؟ 16 مشترك. عين تربيع ما اخد 16 مشترك اهي، 16 يتبقى هنا 100. هقسم على 16 فيها الأربعة بتسعة، يبقى ناقص 36. يبقى أصبحت عين تربيع بتساوي 16 في 64. يبقى إذا عين اللي بتخرج بيها بجيب الجذر التربيع للطرفين، الجذر التربيع ل 16 4 والجذر التربيع ل 64 8، يبقى بتديني 32. هنا تمييز إيه؟ المسألة كلها بتتكلم متر على الثانية، يبقى متر كل ثانية، يبقى واضح إنها بتخرج من مادة الخشب بسرعة اسمها 32 متر على الثانية. تاني، يبقى أطلقت رصاصة أفقيا على حائط رأسي بسرعة 40 متر على الثانية فغصت فيه 25، يبقى هتسكن. وإذا فرض أن الرصاصة تتحرك داخل مادة داخل الحائط بتقصير، احسب السرعة التي تخرج بها الرصاصة إذا أطلقت بنفس السرعة على حائط سمكه 9 سنتي، إذا علم أن العجلة التي تتحرك بها الرصاصة واحدة في الحالتين. نشوف مسألة تانية. نشوف مسألة تانية، بس المسألة دي فعلا مهمة وتتكرر كتير، مسألة الرصاصة اللي بتخش. ما دي مسألة، ما هو احنا قلنا هنربط تانية بتالتة، احنا دلوقتي بنتكلم في منهج تالتة يا جماعة، دخلنا على منهج تالتة، المسائل المهمة اللي بتيجي في الأسئلة هنشوف المسائل دي، بس بيبقى فيها مطلوب إضافة زيادة. يعني احنا بنشرح منهج تالتة كمان، مش تانية. بدأ قطار الحركة من سكون في خط مستقيم من محطة ألف بعجلة منتظمة 2 على 9 2 على 9 9 متر لكل ثانية تربيع، مسافة 900 متر، ثم تحرك بعجلة منتظمة لمدة بسرعة منتظمة لمدة 6 دقائق، ثم تحرك بتقصير منتظم حتى وقف في المحطة التالية ب. وإذا كان القطار قد قطع المسافة بين المحطتين في 10 دقائق، احسب المسافة الكلية. ده عايزة 3 مراحل. هنرسم المسألة نقراها تاني ونرسمها مع بعض. بدأ قطار الحركة من سكون، بدأ من سكون يبقى عين صفر بصفر، اكتب عين صفر بصفر. في خط مستقيم من محطة ألف بعجلة منتظمة 90 متر على الثانية تربيع. ماشي، برضو برسم عشان ايه نفهم المسألة ككل. اهي الخط بتاعه اهو، كأني بنرسم خط سير المحطة. محطتين. بدأ من المحطة ألف اهو، ومشي عين صفر بتساوي صفر، وجيم بتساوي 90 بالزمن متر على الثانية 6 دقائق. هنا كده مسافة 900 متر، مشي مسافة 900 متر، ومشي 900 متر ثم تحرك بسرعة منتظمة. نمشي برضو تاني مع المسألة، لأن المسألة برسمها عشان نفهمها. بدأ اختار الحركة من السكون في خط مستقيم من محطة ألف بعجلة منتظمة 90 متر على الثانية مسافة 900 متر، ثم تحرك بسرعة منتظمة لمدة 6 دقائق. وصل هنا اكتسب سرعة، مشي بالسرعة دي لمدة 6 دقائق، يبقى الزمن هنا نون بتساوي 6 في 60 دقائق. 6 في 60 ثانية بسرعة منتظمة، يبقى واضح ان السرعة خلال الفترة دي ثابتة. ثم بتقصير منتظم حتى وقف في المحطة ب، واضح مشي هنا بتقصير كده، واضح ادي ب، عجلة تقصيرية، عجلة تقصيرية يعني لغاية لما وصل للمحطة التانية يعني سكن. ماشية كده المسألة مرسومة. تمام. حتى وقف في المحطة التالية ب، فإذا كان القطار قد قطع المسافة بين المحطتين في 10 دقائق، مشي كل المسافة دي في 10 دقائق، يعني كل دول 10 دقائق، ده الزمن يعني الكلي 10 في 60 يعني 600 منهم مرحلة فيها 6 دقائق ثانية. مسألة حلوة كبيرة كده، كويسة جميلة.
احيانا بيجي بعد كده يجي يقول لك انا عايز السرعه المتوسطه لا دي سرعه متوسطه سهله، يقسم المسافه الكليه وعنده الزمن الكلي يبقى سهل يجيبها. هنا دلوقتي نبص مع بعض، يبقى واضح ان انا ضروري اجيب السرعه اللي اكتسبها الجسم في نهايه 900 متر. علاقه بين السرعه والمسافه، يبقى واضح بستخدم القانون الثالث اللي هو عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. هجيب عين تربيع، واضح عين صفر بكام يا مستر؟ كانت بصفر، بدأ من السكون يبقى عين صفر بصفر. وبعدين زائد 2 ج ب 90 2 على 9 في اللي هي المسافه 900 900 متر. طبعا مساله جميله، واضح التسعه مع ال 900 فيها ال 100 2. يبقى واضح اذا هنا عين، بجيب الجذر التربيعي 2 في 2 ب 4 جذرها 2، وجذر ال 100 10 يبقى 2 في 10 يبقى بتساوي 20 متر على الثانيه. يبقى واضح دي السرعه اللي اكتسبها في نهايه ودي الفتره اللي الاولى هتمشي الفتره دي ومشي الفتره دي ثابته. طب ما اجيب المسافه فيه 2 دي هسميها فيه 1 ودي فيه 2، هنا القانون فيه 2 على طول بتساوي عين في نون فيه. لانها بيحرك بسرعه منتظمه. السرعه اللي اكتسبها كانت كام؟ 20 متر في كام دقيقه؟ في هنا 360 في 360، 60 في 60 6 في 60 ب 360. تمام، يبقى هنا ادي صفرين 72 يبقى هنا متر. يبقى كمان هنا عرفنا ادي فيه 900 متر وهنا 7200 متر. تمام، السرعه اللي وصل بيها هنا دي سرعه ثابته، دي بدايتها تعتبر سرعه ابتدائيه للحركه بعجله تقصيريه. هذه السرعه اللي اكتسبها في نهايه الفتره الاولى تعتبر سرعه ثابته في الفتره الثانيه وسرعه ابتدائيه للفتره الثالثه. يعني هنا في الفتره الثالثه عند صفر بتساوي كام؟ 20 متر على الثانيه، والسرعه النهائيه بتساوي صفر. وايه عندي تاني وعايز اجيب بقى هنا ايه بتقصير؟ طيب هنا خلي بالك، طب ما في مشكله، الزمن الكلي كام؟ كان عباره عن 600. طب ما اجيب اللي هنا ايه الزمن اللي قطع فيه المسافه الاولى، المرحله الاولى. ايوه يبقى لسه محتاج حاجه هنا تاني. طب ايه البيانات اللي عندي؟ هقول ان هنا عين بتساوي عين صفر زائد ج نون اللي هي عندي نون واحد بقى. عين النهائيه كانت 20، عين الابتدائيه كانت بصفر زائد ج اللي هي 90 في نون واحد. طيب يبقى اذا الاثنين مع ال 20 في 10 اذا نون واحد بتساوي 90 ثانيه، يعني دقيقه ونص، 90 ثانيه. وهو كل الزمن كله 10 في منه 6 دقائق في الفتره الثانيه. انا عندي هنا عايز اجيب زمن الفتره الاخيره نون 3. نون 3 عباره عن ايه؟ 600 ناقص ال 90 زائد ال 360. يعني نون 3 بتساوي 600 ناقص ادي هنا 540، 6 و9 15 450، يبقى بتساوي 150. يعني 150 ايه؟ ثانية، يعني دقيقتين ونص. يبقى اذا المسافة الثالثة يا جماعة، المسافة الثالثة كانت نبدأها تاني عند صفر بتساوي 20 متر على الثانية، وعندي هنا السرعة النهائية بتساوي صفر، وعندي الزمن كان 150 اجيب العجلة ثانية بقى. يبقى هنجيب العجلة التقصيرية. طب يا الله، ايه يا مستر ده علاقة بين السرعة والزمن؟ يبقى القانون الأولاني، يبقى عين بتساوي عين صفر زائد هنا جيم شرطة نون هيسكن، يبقى دي في صفر، دي ب 20 زائد جيم شرطة ما اعرفهاش نون ب 150. طب انا عايز كده، يبقى على 10 يبقى الصفر راحت، صفر راحت، يبقى جيم شرطة خلي بالك بتساوي سالب 2 على 15 متر على الثانية تربيع. هنقرا المسألة تاني بس عشان المسألة بدأت ايه تفلت مننا. لا مش هتفلت ان شاء الله. ماشي، يبقى بدأ اختار الحركة من السكون. نرجع تاني بقى للقانون التالت اللي هو عين تربيع بتساوي عين صفر، عشان انا عايز المسافة. بدأ القطار الحركة من السكون في خط المستقيم من محطة ألف بعجلة منتظمة 90 متر على الثانية تربيع، مسافة 900 متر، ثم تحرك بسرعة منتظمة لمدة 6 دقائق، ثم تحرك بتقصير منتظم حتى وقف في المحطة التالية. عايز المسافة الكلية. فإذا كان القطار قد قطع المسافة بين المحطتين في 10 دقائق، احسب المسافة بينهما. احنا جبنا المسافة المرحلة الأولى والمسافة احنا في جبنا المرحلة التانية. جبنا خلي بالك فيه واحد وجبنا فيه اتنين، عايزين فيه تلاتة. طب أرجع للقانون بقى بتاعي اللي هو إيه؟ عندي العجلة جبتها حضرتك والسرعة الابتدائية والسرعة النهائية. نرجع للقانون بتاعنا اللي هو عين تربيع. أيوه. بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. خلي بالك يسكن يبقى دي بصفر،
تمام. لكن السرعه الابتدائيه اللي اكتسبها في نهايه الفتره 20 تربيع يعني 400 زائد 2 ج بكام؟ بسالب 2 على 15 ف 3. طيب على مهلنا يبقى هنا هودي هنا 4 على 15 ف 3 في الطرف الايمن، 4 على 15 ف 3 في الطرف الايمن بتساوي 400. هضرب هقسم على 4، 4 بقت هنا 100، يبقى ف 3 بتساوي 15، 100 في 15 يبقى بتساوي 1500 متر. يبقى المسافه الكليه، المسافه الكليه عباره بقى عن ايه؟ ف 1 زائد ف 2 زائد ف 3 زائد ف 2 زائد ف 3. طيب نبص مع بعض. فيه واحد جبناه كان مدهاني 900 مت... اصلا احنا كتبناهم اهو. فيه واحد اهي 900. فيه اتنين جبناها 7200. ايوه يبقى هنا 900 زائد 7200 زائد فيه 3 اللي هي 1500. هنيجي نجمع مع بعض، ادي الصفرين 9 و2 11 و5 16 6 معنا الواحد 1 7 8 1 9 مظبوط كده؟ ده 9 و2 11 خلاص 11 و5 16 6 معنا الواحد 1 7 8 9 مظبوط يا استاذ؟ تمام متر. يبقى هنا ايه اللي هم عندي طبعا كلية. هنا 800 و 8700 يبقى 9600، يبقى واضح ان المسافه الكليه اللي هي عندي كده. لسه لا زال عندنا وقت كتير. مساله واحده كمان ماشي، احنا هنلخص بس الافكار بقى لان ايه طبعا احنا قلنا اكتر من المسائل. لخص لنا بقى او ممكن نلخص افكار اللي قلناها. قلنا ملخص الحلقة كلها، كنا بنتكلم ان هنا السرعة هي معدل تغير الازاحة بالنسبة للزمن، ده السين على ده النون. وبعدين عرفنا ان العجلة هي معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن، او هي المشتقة التانية بين المسافة، ده الاتنين سين تربيع على ده النون تربيع. وعرفنا ان وحدات لو دل السرعة في الازاحة ولو العجلة دل في الازاحة ولو العجلة دالة في الإزاحة، يبقى هنا واضح إن لو هنا العجلة دالة في الإزاحة يبقى ج في الحالة دي بتساوي عين في دال س على دال لا في دال عين على دال س في دال عين على دال س. وقلت هنا إن ممكن أقول إن تكامل ج دال س بتساوي تكامل عين دال عين، وتكامل عين دال عين اللي هي كانت بتساوي نص عين تربيع، وبكامل هنا بتبقى دالة محدودة. عرفنا بعد كده إيه نقطة مهمة، إن الإيه السرعة النسبية، وعرفنا إن العجلة اللحظية، العجلة اللحظية بتساوي هنا هنا نهاية دلتا عين على دلتا نون عندما دلتا نون تقول إلى الصفر، وفي نفس الوقت اللي هي بتساوي نهاية عين في هنا نون زائد دلتا نون ناقص عين نون على دلتا نون عندما دلتا نون بتقول إلى الصفر. دي العجلة اللحظية. عرفنا وحدات السرعة، الوحدات السرعة وحدات السرعة عرفنا انها كيلو متر كل ساعة او متر كل ثانية او سنتيمتر كل ثانية. وعرفنا كيلو متر كل ساعة بتساوي 5 على 18 متر على الثانية، وهنا كيلو متر كل ساعة بتساوي 250 على 9 سنتيمتر كل ثانية. عرفنا بعد كده وحدات العجلة، قلنا هي معدل تغير سرعة بالنسبة للزمن، يبقى واضح انها بتبقى مثلا كيلو متر كل ساعة على ثانية او كيلو متر كل ساعة على حسب المسألة يبقى كده. او هنا بقول هنا برضو وحدات ايه العجلة اللي هي عندي كيلو متر، يبقى او ممكن متر على الثانية تربيع. بنشكر الاستاذ ماهر، قدم لنا مراجعة جميلة جدا للصف الثاني علشان تبدأ تخش للصف الثالث. نشكره، والى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.